شو بقى هي؟ وين رايحة بنص الليل؟ والأسرار كمان مثل الشر غالباً ما بتطلع إلا آخر الليل. أنا آسفة، سامحيني يا نانسي، سامحيني يا بنتي، ما قدرت أحميكي، ما قدرت حافظ على حياتك، سامحيني بترجاكي. يا ربي تسامحني، بس شو بدي أعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسر اللي كان مدفون تحت التراب قد ما حاولنا إنه نخبيه رح يجي يوم ويظهر قدام العلن. أحياناً منفقد السيطرة وبتهرب الحياة من بين إيدينا مثل لو إنا كمشة رمل، وهذا الشيء عاشته رفيف اللي ما عم تعرف ليش وصلت لهالمرحلة وليش وقعت بهالمصيبة الكبيرة، لأنه هي بالنهاية ما ارتكبت هالذنب اللي بيستحقها العقوبة القاسية. ما حدا بالعالم ممكن يصدق إنه كل هالشر ممكن يطلع من طفلة صغيرة، حتى هي ما كانت مصدقة إنها عملت هيك. فعلاً قصة غريبة. وهلأ ما ضل قدامها إلا طريقين، يا أما بتعترف لهم بكل شي عملته، يا أما بتكمل بهاللعبة اللي بلشت فيها للآخر. وملك ليش لا تعمل هيك يا نيرمين؟ أنا كم مرة بدي أعد لك الحكي عمر؟ عملت هيك لتخلص من رفيف، أكيد ما عم بكذب عليك، سمعتها بإذني وهي عم تحكي على التليفون. أنا مصدقك، بس هي لساتها طفلة صغيرة، يعني ليش بدها تكره رفيف كل هالقد؟ يمكن تكون بنتك حاطة الحق بموت أمها على رفيف. يلا خلصنا، روح شوف بنتك ولا تضيع وقتنا بهالحكي. يلا يلا هلا بشوف. ملك؟ شو نمتي؟ ملك؟ قومي، بدي أسألك عن إيدك المحروقة يا بنتي. بس أنا كتير نقصانة بابا، خلص بكرة بتسألني. نامي يا روحي، ماشي. شو صار؟ اعترفت لك مو؟ المسكينة نامت من كتر ما فتلت اليوم بالمخافر يا حرام. عن جد انت مو معقول، من 5 دقايق كانت فايقة. عمر لازم تسألها.
خلص من الصبح فيقة وبسألها عن كل شيء، ماشي نرمين؟ بتمنى ما تهمل هالموضوع عمر، لو سمحت. ملك بنتك بس رفيف شريكة حياتك. رفيف إنسانة محترمة وما بصير تتبهدل بالمخافر. يلا أنا بدي روح. ياسمين نسيتي انك حامل؟ شو طالع عم تعملي فوق؟ البرادي قلت لحالي بفكهم، توسخوا وصار بدهم غسيل. وليش ما قلتي لي لفك لك اياهم؟ كنت نايم يا روحي، ما اجى من قلبي. بس ما بيصير تطلعي هيك طلعه. غسان انا اعصابي تعبانه كتير، الوسخ عم يمشي ببيتنا غسان. انا وعم بشتغل سحبت القاطع قبل شوي، لو تعرف شو شفت. تتذكر لما هداك اليوم جبت صفيحة على الغداء؟ طلعنا مهرهرين نصها تحت القاطع. شي بيضحك ما؟ طلعنا عايشين فوق الوسخ ومو حاسين. طيب إذا هيك بنجيب لفاية ومنخليها تنظف لنا البيت من أول ولا آخر. لا أنا بشتغل ما بدي لفايات. ياسمين خلص شو بدك أنت؟ مو مهم، بس المشكلة إنه البيت مثل الزريبة، شلون بدي أعمله لحالي؟ حياتي ايه؟ ما بيهون علي تعبك، خلص قولي لي شو اشتغل وخليكي أنت مرتاحة. عن جد يا عمري؟ ايه. روح نزل لي هالبرادي لكن إذا ما فيها غلبة. ماشي ولا يهمك. غسان شو رأيك إذا بنعمل شي وش دهان لهالحيطان فرد مرة؟ روحي غسان على مهلك. وقف حبيبي فتر راسك. ما نزيل حبيبي نزيل. شو صار لك يا الله؟ أوف. هلأ أنت كيف بتبلش بالشغل ولساتك مو فطران؟ منيح أنت؟ ايه منيح منيح، طمني هلأ بتحسن. تشرب كاسة عيران حبيبي؟ آه. رح أجيب لك هلأ وقت التليفون. يا الله أوف. نيرمين لا تواخذيني، بس ما فيني حاكيكي هلأ، عن جد ما عم بفهم عليكي. شلون يعني؟ أنا لميت كل أغراضها لعايدة وحطيت الله ياهم بهالشنتاية يا لؤي. قلت حرام إذا أجت هيك بتلاقيهم جاهزين. غيرت الشراشف ومسحته لهالتخت وعقمته مزبوط، يعني آثار المخدرات بتروح على المسح ما هيك؟ إيه المفروض إنه تروح، بس مو متأكد. قليك يمكن أحسن شي ننسى هالتخت وما نستخدمه شي 10 سنين لقدام، يعني بلكي حاطة بقلبه مخدرات. نحنا شو بيعرفنا؟ هاي المخدرات على الأتمانة سهلة. ايه ماشي، لو إنك تشوف دبدوب كربوش كان محطوط بين أغراضها. هالبنت مسكينة كتير يا لؤي، ما شو كانت حنونة وقلبها مليان طيبة. خلص ما عاد سمعيني هالحكي، حاج بقى حضرتها عم تحشي العالم بالسم الهاري لتلم مصاري وانتي شفقاني عليها؟ ليك لؤي لا بقى تعتب علي بهالشي، اصلا انا متأكدة انه هالبنت من الاساس ما كانت مشت بهالطريق لو كان عندها عائلة مثل الخلق والعالم تساعدها. هالدب كتير كبير ما عم يوسع بالشنتاية ومو جاي من قلبي كبه بالزبالة. اذا عطيته لولادها لرفيف احسن ما؟ ايه ايه احسن، خلصينا منه. صباح الخير ملك. صباح الخير بابا. شو كان بدك تسألني مبارحة؟ ولا شي، يعني انت بالمغفر حكيتي لعم وشرتي كل شي صار مزبوط؟ خالة رفيف رح تتعاقب ما؟ لسه لهلأ ما بنعرف شي، بس المحامي قال لي انه ما رح يسجنوها. كيف يعني؟ يعني ممكن القاضي يعطيها تنبيه صغير ويقول لها انه ما لازم تعيد هذا التصرف. بس إذا رجعت أزتني وبيرجعوا بياخدوا على السجن مرة تانية صح؟ ما رح يصير هالشي يا ملك، لأنه قبل ما تجي رح أبعتك لعند ستك. قلت لي لعند ستي؟ وهالشي لمصلحتك حبيبتي، يعني شو بقدر أعمل إذا حاولت تأذيكي كمان؟ أنا بعرف أني رح اشتقلك كتير، بس المهم أمن عليكي. يلا بنتي خلينا ناكل لقمة هلأ وبعدها منضب أغراضك ومنمشي. بابا مين قالك إنه بدك تحميني من خالة رفيف؟ بدك يعني اسكت بعد ما حرقت إيدك؟ مو هي اللي حرقتها، أنا اللي حرقت إيدي بابا. خالتي رفيف ما قال علاقة بهالشغلة. وأنت كيف تعملي هذا الشي يا ملك؟ ستي هي اللي قالت لي أعمل هيك، قالت لي إذا فاتت خالتك على السجن بتضلي لحالك مع أبوكي، وقالت لي إنه هيك رح تحبني أكتر. خالة رفيف ما عملت لي شي بابا، لو سمحت لا تبعتني لعند تيتي، أنا بدي ضل هون. سمعتي ميسون خانم ما هيك؟
اليوم رح نروح على الشرطة لتغيري أقوالك. مثل ما بدك، بس بترجاك بابا لا تتركني، ما بقدر أعيش من دونك. مين؟ يا روحي، شو هاد اللي سمعته؟ لك شو هالمصيبة اللي وقعت على راسها لهالمسكينة رفيف؟ مو معقول عن جد ما عم يفوت براسي اللي طلع مع هالعفريتة؟ قديش جريئة لحتى تحرق حالة بفير حامي ما يهمها الشي؟ لك طلعوا عيوني من وشي لما سمعتها عم تحكي، لو ما سمعتها بإذني مستحيل صدق. الحمد لله انك سمعتي اللي عم تخططه، لانه لو ما سمعتي كانت رفيفة تبهدلت من وراها. المهم عمر يخلي البنت تعترف قبل جلسة المحكمة. لكن اليوم محكمتها لرفيف ما، بس قالت ما بدها حدا من البنات يحضر الجلسة لانها محرجة من الموقف اللي انحطت فيه. يلا بلكي بتطلع اليوم بالسلامة وبترجع على بيتها. ان شاء الله ان شاء الله. كنت رايحة لعندهم لشوف إذا قدر عمر يخلي البنت تحكي شي بخصوص هالشغلة. وأنا بروح معك، بس تعي قبل ما نروح نمرق على بيتي دقيقتين، في عندي دبدوب بدي أخده للولاد، حرام بينبسطوا. كأنه ما كان ناقصنا غير نشوف أمل. اتجاهلي ولا تحكي مع ديري وشك وعملي حالك كأنك ما شفتيها. شو يا بنت؟ ليش هيك سادة الشارع أنت ورفيقتك؟ كل واحدة فيكم صايرة قد الفيل البركة، لسه على أكل أكل، والله ما تركتوا شي بيتاكل إلا وأكلتوه. صايرة كل واحدة فيكم قد البرميل والله. روحوا العبوا رياضة أحسن من هالمنظر المقري. تضربي منك إلا مفكرين كريمات التنحيف بتعمل شي مع الدببة. لك عين وصابتني. يا لطيف. إيه بتستاهلي والله، لأنه كله من طولة لسانك. لو ماني مروقة اليوم صدقيني كنت رحت كسرت لها رجلة التانية. إيه برقت رجلي من هالوقعة. شو بكون يا بنات، حدا يجي يساعدني، يمكن انكسرت رجلي. شو انتو ما في بقلبكم رحمة يعني؟ حدا يجي يساعدني ولا شبتانين فيني؟ فوه الله يقصف عمركم. غير اختي شبكي؟ كنت عم امشي بأمان الله ووقعت، فشكلت بكيس هالزبالة. تقدري تمشي على اجرك؟ ساعديني لحتى جرب، ارفعيني. شوي شوي شوي. مستحيل، اكيد مكسورة. يا الله، كان عندي موعد مع ناس مشان ورجيهم البيت اللي فوق، بس ما عاد فيني اطلع على الدرج، بأجله لبعدين. لكن ارمين، بدي اقصف عمرك على هالعين اللي عندك. يمين عظيم، من هلا ورايح ما رح اشفق عليكي ورح خليكي تشوفي مين هي امل. الله يلعنك ويلعنها. تفو، الله يحرمني شوفتكن. شو بدك فيها نرمين؟ تركيها بحالها، شو بدنا فيها؟ ان الرقم المطلوب مغلق او خارج. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج. الله وكيلك، ما قدرت نام ولا لحظة طول الليل. طمنا شو صار، مشي الحال؟ شش، طلع الحق معك نيرمين، كنا رايحين هلأ على المغفر، بدها تعترف بالحقيقة. نشكر الله، منيح اللي اعترفت. الحمد لله. بدي نبهك لشغلة، صحيح بنتك اعترفت، بس يعني قدامك هون، يعني ممكن بس تروح على المغفر تغير كل حكي وترجع لقصتها القديمة. معقولة هذا الحكي زينة؟ يعني شو لزومه؟ شو أنا مربي مجرمة عندي بالبيت؟ عم بحكي مع المحامي بس تليفونه مسكر، يعني رح تجي الخالة ماجدة تقعد مع الأولاد لبين ما نرجع، بس يا ريت لو تضلوا معهم انتو شوي كمان لتوصل، لأنه أنا لازم خبره شو صار. وليش لساتك واقف لهلأ؟ تحرك بسرعة. ماشي. حرام بلكي بيطلعوها، ما حدا بيعرف شو بيكون صاير فيها. ايه ملاك. ايه ملاك، يلا بنتي خلينا نروح. شكرا لألكن، عن جد يسلم إيديكم. مو مستاهلة. يلا بنتي يلا. والله مو قادرة أنا أصدق لك نيرمين، قال العالم بيقولوا إنه البنات الصغار كتير صراف. لا وسمعتي يا روحي، قال أبوها عم يقول إنه مو مربي مجرمة، ليش المجرمة شو ممكن تعمل أكتر من هيك؟ البنات محتالات. بعرف شو عم قلك. تعوا لهون يا أولاد. غيسو غيسو، يا ليس يا قيس، تعالوا شوفوا شو جبت لكم معي، يلا بسرعة. أنا قلي من الصبح بالنيابة، فهمني ليش جابوني؟ لأنه النيابة طلبت أمر بالقبض عليك، وهالشي لازم حكمة من القاضي. يعني إذا القاضي وافق على اقتراح للنيابة رح يحطوني بالسجن؟ مع الأسف. وعمر ليش ما وصل لحد هلا؟ أنا ما فيني فوت على قاعة المحكمة بدون. لا تتوتري، بيكون على الطريق هلا. رفيف أوزون. صار لازم نفوت. آه
ياسمين؟ ايه؟ انت عم تنطفي؟ لا، شو؟ كيف لا؟ هي رياضة. ليكي، هالشي اللي عم تعمليه رح يأثر بالنهاية على ابنك. شو؟ شو صار له الولد؟ شو صار له؟ قلو من مبارح ما تحرك. كيف ما تحرك؟ والله ما تحرك اليوم. يعني؟ أنا ما كنت عم نزل برادي البيت؟ من وقتها ما عاد حسيت عليه، حط إيدك عليه ما عم يتحرك. شو؟ ما بعرف، بس هذا الشي مو طبيعي. ديما كانت ترقص رقص ببطني وهو كمان كان يحب الرقص، بس اليوم ما طلع حسه ليه؟ نحنا لازم نروح على الدكتور فورا. ما خليني جيب الشنطاية. أنا بجيبها. يمكن حاططها على الكومودينا. يا حبيب قلبي يا ابني، شو صاير لك؟ ما لك بالعادة هيك. يا الله دخيلك. زينة؟ لؤي؟ ليك في اتنين رجال قاعدين جوا سيارة سودا على باب بيتنا وعم يراقبونا. لا تقوليها. طيب كيف شكلهم؟ تقدري توصفيه؟ وكيف بدي اوصف لك اياه هون؟ يعني مناظرهم مثل مناظر كل الرجال. اسمعيني، ليكونوا هدول شرطة بتياب مدنية. بتياب مدنية؟ وليش يعني لحتى يتنكروا ويراقبوا بيتنا؟ حياتي هي عايدة وخلصنا منها. عادي هالشي بيصير دائما. بيقولوا المجرم بيهرب وبعدين بيرجع لمسرح الجريمة. هدول مو واقفين برا على الفاضي، أكيد نصبين فخ مشان إذا رجعت عايدة. شو هالحكي هاد لؤي؟ الموضوع مو معقد لهالدرجة؟ يعني من كل عقلك عايدة رح تخاطر بحالة وترجع لهون مشان بلوستين ثلاثة؟ لا، ما رح تغلط هالغلطة. وأصلا إذا طلعت غبية ورجعت لهون بيمسكوها من شارعتها وبياخدوها بيكبوها بالسجن. مين بده يتصل من رقم سري؟ اي نعم، هيدا إلي. لما عم تتصل عبيتنا هلأ بيفكرونا أنه مشاركينا بالجريمة. يا بنتي الشرطة عم تحوم حوالينا ليل نهار، لو سمحتي لبقى تتصلي فينا. شو يعني غراضك؟ ضبيت لك ياهم شنتاية وشلتهم من خلقتي. لا مستحيل، أنا مراقبة وما بقدر أخذ لك ياهم. وأنا شو بعمل بحالي إذا لا سمح الله الشرطة شافونا أنا وياكي سوا؟ دبدوبك اللعبة يا بنتي. أنا ألو ألو، بدها تشوفك مو؟ ايه والله، وطلبت اخذ لاغراضها معي هالمجنونة، وقلت لها هالشي مستحيل. يعني انت اكيد سمعتني. شو مسكينة، طلبت مني انه خبي لها دبدوبة الكربوجة عندي، الشرطة رح يدقوا بخواني او يستوها بالسجن لحتى تختير وهي عم تفكر باللعبة. يا ريت استعجل شوي لانه لازم سلم الورقة للقاضي قبل ما يصدر الحكم. طيب طيب، هات عنك. أعضاء المحكمة أخذوا القرار بناء على إفادة المغدورة ملك، لهيك السيدة رفيف أوزون راح تتحاكم وهي مقبوض عليها. عمال شي، أنت مو محامي؟ ممكن تهدي شوي؟ كيف بدك يعني اهدى؟ ما سمعت بده يحاكمني فورا؟ استني شوي بنتي، هذا القرار هو هيك. اكتبي لقلك، المغدورة ملك أوزون غيرت إفادتها السابقة وقالت بالإفادة الجديدة أنه المتهمة بريئة. لهيك رح نلغي قرار اعتقاله ورح تخضع المتهمة للمحاكمة بدون ما نقبض عليها، وبناء عليه قررنا إخلاء زنبروك. رفيف، أنا لحقتك ما هيك؟ عرف القاضي إنك بريئة مو حياتي؟ إيه. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. من الأول أنا ما كان لازم شك فيكي يا حياتي. لو مين ما كان اللي عم يتهمك بالسوق كان لازم أعرف إنه كذاب، ما كان لازم صدق حدا أبدا. أنا آسف كتير يا عمري. يعني مسحت الشبابيك ونزلت البرادي لأنه كانوا كتير موسخين، وقلت بمسح لي كم شغلة. أصلاً أنا لما كنت حامل ببنتي دي ما كنت أعمل كل هاي الشغلات. ما أثروا فيها وليك موجودة بيناتنا. بس الولد قلو من مبارح ما تحرك يا دكتور. طمنا دكتور، شو الوضع؟ اطمن وكل شي منيح ووضعه طبيعي. ما فهمت عليك، كيف منيح ووضعه طبيعي؟ عفواً دكتور، بس أنا بعرف ابني شلون بيتحرك وبيحب الخبط والضرب. اليوم كأنه مو موجود أبداً، خلونا نفحصه كمان. طيب بلكي كان ابنكم نايم اليوم، يمكن يكون الأزهر حابب يتكسلن مثلا. كيف يعني؟
الولد لساته ببطني وبده يتكسلان. دكتور مفيد مشان الله لا تكسر بخاطري، خلينا نعيد الفحص مرة تانية. قلت لك كل شيء طبيعي، ما في داعي تخافي بنوب. بتحبوا تسألوا أسئلة تانية؟ لا دكتور ما في، سامحنا لأنه ضيعنا لك وقتك. الأسبوع الجاي لا تنسوا الفحص الدوري. ماشي؟ يسلموا دكتور، شكرا. أهلا وسهلا. يلا شكرا. أهلين مدام، يعطيك العافية. ايه ما اطمنتي على الولد؟ بالعكس انا حاسه حالي خايفه اكثر. شفت لي فحصه؟ كيف عرف انه منيح؟ بالله هذا دكتور لك ما بيفهم. بس يعني الدكتور مفيد من اشهر اطباء البلد. حسان الزلمه كبر، لك حتى امي مولده على ايده، شكله ما طور حاله من وقتها. بس نحن هيك عم نظلمه. انا عم اقول لك انه الولد ما تحرك اليوم. انا امه وبفهم اكثر من 100 دكتور، عم اقول لك ما تحرك. فهمت عليكي، بس الدكتور قال انه منيح. ما غسان بتعرف شو سمعت نسوان الحاره عم يحكوا؟ قال في دكتوره اسمها ابتسام اختصاصيه نسائيه وتوليد، خليها تفحصني بركي بيطمن قلبي. حتى قالوا انها بتعمل البوم صور للايكو اللي بياخده الطفل. شو الجديد يعني؟ لو سمحت خليها تفحصني ولو لمره، الولد ما عم يتحرك اليوم وقلبي مثل ما ماشي. مثل ما بدك. وينه؟ ما بعرف بس جبت تليفونه رح اتصل. انا عن جد متضايقه من اللي اسمه مفيد، ما عاد اجي لعنده. الو صباح الخير، عم تحكي معك ياسمين كالينوجو. ايه نعم انا حامي. هو الحقيقه انا اتصلت بالمحامي الصبح بس كان موبايله مسكر، الظاهر انه كان مسكره لانه بقاعه المحكمه. قمت حملت حالي ورحت فورا على المغفر مشان ما تبقي عندهم ولا ثانيه. البنت بالبيت؟ البنت؟ قصدك ملك؟ أنا رجعتها على البيت بعد الإفادة، وخالي ماجدة هلأ مع الأولاد. أنا ما بقعد ببيت واحد مع هالبنت. حياتي مو ملك المسؤول عن اللي صار معك، مو ذنبها هذا، ذنب ستة هي اللي حرضتها. وملك بنت صغيرة وتأثرت بحكيها، كان بدها تنتقم وتسجنك مشان بنتها، واستخدمت ملك كأداة لإلها. قلت لك ما بقعد مع ملك بنفس البيت عمر. حبيبتي أنا مقدر إنك هلأ معصبة كتير، بس متأكد إنك رح تهدي وتروقي بعد كم يوم، وخصوصي لما بتعرفي إنه ملك ندمان كتير، وبكرة رح تشوفي كيف الأمور رح تتحسن. شكلك ما عم تفهمني عمر، أنا ما بقعد بنفس البيت مع ملك، ما رح أعيش ببيتك طول ما أنا ملك عايشة فيه. يا حبيب قلب ماما، شبعت بطونك ولا لساتك جوعان؟ يا روحي أنت. شوي وبرجع، دخيله الغالي. أنا جاية. أنت فاضية لنحكي نرمين؟ لك مين عم اسأل؟ شو رح يكون الشغل لفوق رأسك يعني؟ أنا جبت أبوه للولد معي، ليش واقف عندك؟ يلا فوت لشو؟ لوين بدو يفوت؟ لوين بدو يفوت؟ لما تركت بنتي حامل ورحت ما تذكرت إنك رح تصير أب؟ مرقت شهور ما سألت سؤال، شي مرة خطر لك تفتح تليفون وتطمن على ابنك؟ هلأ خطر على بالك انك اب؟ طلع فيني، انقلع لأني ما بعرف شو رح ساوي فيك إذا بضل قدامي. بس صدقيني أنا ما كان بدي يصير هيك. ولك لسه قالوا عين يحكي. خلصنا لك نرمين، شو صار لك؟ ليش انبحتي عليها البحتة؟ إذا تقطي ولا انفلاتي بضل هالشاب أبو للولد الحقيقي وخلصنا. لا يا خانم، شو الفرق بينه وبين الكلب اللي بيجيب ولد بالشارع؟ لا تضلك واقف بخلقتي، انقلع من هون ووفر على حالك البهدلة. فو قليلة أدب، بدها تمشينا على كيفها. تعال اقول لك. يا ربي دخيلك خلصني من هالعالم وبعد شر عن هالصبي. يا روحي شو حبيبي تاخرت عليك؟ شبك يا حبيب قلبي يا اغلى من روحي. شو فكره حالها بغابه؟ الله ياخدها. لك كيف بيطلع من قلبها انه تفرق بين ابوه وابنه بهالطريقه؟ مو فهمانه. شو ما في قانون بهالبلد؟ ولا يهمك، أصلاً أنا كنت عارفانة إنه الحكي مع هالمرة ما رح يجيب نتيجة. خلينا نشتكي للشرطة ونجرها من رجلي على المحكمة، وبتشوف كيف شغلتك بسيطة والقانون رح يسحب الولد من بين عيونه. لا إيه؟ إذا بضل الولد عنده أحسن لي، أنا كيف بدي ربيه إذا لا عندي لا بيت ولا شغل لحتى عايشه منه؟ لا أصلاً إذا أمي عرفت رح أتبهدل، لو سمحتين سيلي هالقصة. تفو ما بتستحي على حالك شقفة طرطور؟ كيف أبي يعني بيتخلى عن ابنه؟ ولك غبي، أنا وقعت على الأرض قدام عيون هالمرة ومع هيك تركتني وما قربت وساعدتني لوقف على حالي. أنا مقهورة كتير منها، ومشان هيك ما رح أتركها بحالها إذا ما انتقمت. وبعدين ليش عم تحكي مثل الأولاد؟ شد حالك ولا مو معتبر حالك زلمة؟ ليش أنا بدي أخذ الولد مشاني ولا مشانها؟ أنا عم ساعدك بس لوجه الله. مو حابب فوت بهالشغلة. كيف يعني مانك حابب؟ آه
بدك ابنك ما يعرف ابوه؟ لك عيب استحي. شو انك اجدب رضا؟ والله العظيم اذا بتتركني بنص الطريق لحالي لا احكي مع امك تليفون وقل لها كيف تنادلت مع البنت المسكينه واحكي لها كل شيء عملته ووقتها رح حول حياتك لجهنم، فهمان؟ الحقني اللي بقوله بتنفذه كروج. يلا شده لظهرك. شفت لي هالعياده شو كبيره واكابريه؟ تقول ملعب. لك لما بروح عياده مفيد بيك بحس حالي فايته على ان نحن كيف كنا مستحملينه. انت بتعرف هاي التفاصيل الصغيره شو مهمه؟ هاي مجله شهريه عن الاطفال، مفيد كان حاطط عنده مجله اقتصاديه من السنه الماضيه، يعني انا شو بدي باخبار العملات والبورصه؟ بلكي كنتي حابه تقوي معلوماتك عن البورصه. هلا انت ليش بتتمسخر على كل شيء بقوله؟ لا 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 حبيبتي، مين قال لك اني عم بتمسخر؟ معقول يعني اي ام بالعالم لها حق انه تختار دكتوره؟ طولي بالك، انا قلت غير هالحكي. شو لكان؟ يعني لما بتختاري دكتورك بناء على البومات الايكو والمجلات في شي من التخلف مزبوط؟ مو كأنك عم تزيدها؟ أنا طلعت معك متخلفة؟ أصلاً سألت كل رفقاتي قالوا لي إنه هاي العيادة خاصة بالنسوان الأكابر. برأيك كل العالم عم يجوا لهون مشان يقروا مجلات؟ كل الناس اللي سألتهم قالوا لي إنها دكتورة فهمانة وشاطرة كتير بشغلة. هلأ بتشوف بعينك. مرحبا. ابتسام غسان، شو هالصدفة الحلوة هاي؟ ابتسام والله ماني مصدق عيوني. لك شو هالصدفة الغريبة؟ عم قول ليش لما سمعت اسمك ما حسيته غريب منوب؟ معقول يعني تستغربه؟ شو أنا بنتسب سرعة؟ هلا تركينا من الحكي، ليش أنا بقدر أنسى أيامنا الحلوة؟ كيفك؟ شو أخبارك؟ منيحة وأنت؟ صرت منيح بشوفتك. بقدم لك مرتي ياسمين. ابتسام. أهلين ياسمين خانو. أهلا فيك دكتورة، كيفك؟ كيف قدرتي تضبي هالشب الحلاوة تحت جناحك؟ عن جد برافو عليك. عاشتك بقى. ما كان يكفي بنات كليته كان يجي لعنا كمان. إلا ما شفنا بعض من أيام الدراسة. غسان عن جد قلبي فرح بشوفتك. وأنا كمان والله ما بتعرفي قديش فرحت بهالصدفة الحلوة. ما بدك تاكلي شي حبيبتي؟ وانا اشتقتلكم كتير يا عمري. الف الحمد لله على سلامتك يا رفيف، ان شاء الله بعمرك ما عاد توقعي بهيك مصيبه يا بنتي. شكرا لك يا خالي ماجده. بنوتي يا عمري انتي ماما لا تخافي يا عمري، انا خلص اجيت. اهلين خاله رفيف. ماما انا اخذت 10 فحص رياضيات. وانا لازم احبها الان كثير. انا اكيد رح احبها. ماما انا مشتاق لك، معلش نام جنبك بالليل. كرمال الله اهدوا شوي يا اولاد، لا تخنقوا الماما، خلوها تاخذ نفس. لسه هلا وصلت، بعدين من اليوم امكم رح تضل معكم وما رح تترككم. انتوا هلا تعالوا معي وكملوا اكل. يلا اسمعوا كلمه خالي ماجده. يلا يا اولاد يلا حبيبي. وانتي روحي كلي يلا لشو هاي تقبريني. حياتي شو رأيك أعمل لك فنجان قهوة لحتى تروقي؟ لا عمر، بدي أعمل دوشة طلع مني ريحة النظارة وبعدين بدي نام. شو لساتها كنيتك تورهان؟ للأسف إيه، أنا حبيت مرتين بس الاثنين طلعوا متزوجين، يمكن هاد من قلة حظي. والله هذا من قلة حظهم إلهم. حبيت مرتين وطلعوا الاثنين متجوزين؟ عاملة عشق الرجال المتجوزين شغلتها؟ بدي ابزق على حالي. شو هالحظ اللي إلي؟ شو هالحظ هذا يا؟ ايه كيف لقيت عنواني هون؟ مو انا والله ياسمين استدلت. شوفوا هذا ابنكم. كيفه؟ عم يمص اصبعته، شوفوا شو مهضوم. غسان اطلع عليه، شوف شو عم يعمل. شو شقي؟ اكيد بس يكبر رح يكون شبهي. كيف عرفت؟ لساته بيبي صغير. الحمد لله يا ربي ابني ما فيه شيء. عندك شيء مشاكل تشققات او بواسير ياسمين؟ شو عم تعلق هي؟ شو لزومه هالحكي هلا دكتوره؟ هالشغلات ما بتخجل بنوب، بتصير عند الحوامل تشققات جلديه بسبب الحمل. لا مستحيل، أنا ما عندي تشققات. إذا ما بتصدقي اسألي جوزي. لا يعني هو بيعرف. رح أعطيكي جراب خاص لأنه شفت انفجار صغير بالشعيرات الدموية، ما بدي إياه يكبر. هذا قياسه مناسب، البسيه فورا.
البسي مهم صحتك ياسمين. تشققات وانفجار شعيرات وبواسير، ليش هاي المرة عم تحكي شغلات بشعة عني قدام جوزي؟ ليش يعني يا حوبي؟ لأنه حاطة عينها على جوزك، بدها تكرهه فيكي وتاخده منك. إيه بس ما تحلمي فيه. يا الله، أنا كيف خبصت وجبت غسان يلي مثل الفلة لإيدي صيادة الرجال المتجوزين؟ هلا عفوا. ألو زينة. آه طالعة ولا رفيف؟ أنا عند الدكتورة النسائية. كأنك موجوع؟ إيه شوي، وجع الراس بهالكم يوم عم يجيني فجأة، وأحيان بحس رح يغمى علي. من وين عم يبلش الوجع؟ من آخر الرقبة شي؟ لا، فوق عيوني. طيب روحي ماشي بزورة. لك هي بلشت تمسد عيون جوزي وحواشبه، شو بدي أعمل هلا؟ لما اتصلتي فيني وقلتي لي حسان معلش نلتقي، فكرت بدك تقلي لي إنك خلص سامحتيني. هلا اتركنا من هالحكي حسان، جود هو المهم بهالفترة. يعني أمل جد بدها تروح على الشرطة ولا عم تحكي حكي؟ إيه طبعا على الشرطة وعلى المحكمة كمان، رايحة هي وابن أخوها، بدهم يعملوا كل شي بيقدروا عليه مشان ياخدوا مني جود. بس هدول ما بينضحك عليهم مثل الجيران، إذا طلبوا تحليل الدي إن إيه أنا أكيد بجن. مستحيل نرمين، ما فينا نخليهم يعملوا أبدا. اللي كيف يعني، اليوم إجوا عباب البيت وقلعتهم، بس إذا رجعوا مع الشرطة كيف بخلص منهم؟ خليني أخذ جود معي اليوم بينام بالعيادة، يعني إذا إجت الشرطة لعندك لحتى يسألوكي بتقلي لهم ما في طفل بالبيت؟ وإذا قلت لهم هالحكي رح يصدقوني؟ يعني منكسب وقت وبهالأثناء منفكر شو لازم نساوي. وبعدين لا تخافي عليه، تعرفيني شو موسوس ورح دير بالي عليه كتير. يا روحي يا عيوني، أنت معقولة أنا بدي بعد عنك؟ نيرمين، هالشي أحسن ما يبعدوا عنك، حاولي تصبري بس هاليومين. أنت وحدة أنانية أمي، بس لأنك محابة ترجع لأبي فرقتيني عنه. ليكي نانسي، أنت مع الأيام رح تندمي لأنك قلتي لي هالحكي، بس لما تشوفي وشه الحقيقي رح يكون فات الأوان. شو ما كان يكون بيضلوا أبي، بس هو مفكرني بنت واحد غيره لأنه حضرتك هيك حكيتي. بكذبك فرقتي بيننا مرة تانية، طلع بإيدي سألني وينه أثر الجرح القديم، الظاهر أنا وصغيرة تعرضت لحادث، مو من حقي أعرف. كنتي راكبة على بسكليت ووقعتي. طيب وينه أثر الجرح؟ ماما لمرة واحدة بس قولي الحقيقة. أنوار؟ خير إن شاء الله، نسيان شي عنا؟ لا، جيت بس لحتى أشوفكن. نانسي كيفك؟ مو منيحة. لا تواخذها، أنت ما دخلك بنوب، مقهورة مني أنا بصراحة. أنت آخر شخص توقعت يجي لعنا ويزورنا. لما اتصلت بنانسي من كام يوم عرفت إن لقيت أبوها وعم تشوفه كمان. أنا ما حكيت مع شي، بس خفت عليكم أنتوا التنتين. في شي بقدر أعمله؟ يعني بقدر أحميكم أنت ونانسي بشي طريقة؟ إذا بتحبي فيني ضل معكم هالفترة على القليلة. شكراً إلك، هذا لطف منك، بس ما في داعي، أنا بدي انتقل من هون قريباً. وكيف رح تقنعي نانسي؟ مو عرفاني، بس مجبورة أروح. فايز عرف أنه نانسي مو بنته الحقيقية، وأنا بعرفه كتير منيح، مستحيل يمرق هالشي على خير. لا تاكلي هم أبدا، رح ضل جنبك على طول. يسلم، بس أنا ما بدي إياك تاكل همنا بعد اليوم، صار لازم أعتمد على حالي. بلش الصيف على أصوله. منيح رحنا لعند ابتسام بدل دكتورك القديم. من لما كنا بالمدرسة كانت من الطلاب المتفوقين، وليك هلأ من أشطر الدكاترة. برأيي ما حسيتها شاطرة. إيه لا لا،
في شي ناقص بهالمرة؟ أصلاً أنا اليوم غلطت، صار لنا شهور منروح لعند مفيد بيك، ليش غيرناه؟ هو متابع حملي من أوله، والزلمة ختيار وخبير، عرف إنه ابني كسلان قبل ما يخلق ومعه حق، أنا حاسب هالشي. بعدين هاي الدكتورة غالية، بيروح لعندها نسوان المجتمع الراقي، ما بدي، أنا مقتنعة بدكتوري. أنت لا تفكري بالمصاري، هي رفيقتي وما رح تأخذ منها مبلغ كبير. ولشو حبيبي؟ لا لا لا، هذا التصرف بخالف مبادئي، ما بدي حدا يمننا أبدا. هذا بيعتبر إهانة بالنسبة إلك وبالنسبة إلي، ما بدي. مثل ما بدك. خلص إذا هيك أنا بحاكيها وبفهمها بطريقة مناسبة وبقلها أنه ما عاد بدنا إياك. وأنت ليش لا تحاكيها؟ أنا فهم الموضوع. مو قبل ما نطلع وعدتها أنه ما نقطع علاقتنا؟ علاقة شو هي؟ مو هلأ قلنا ما بدنا إياها؟ شو بهاد؟ حسان لو سمحت قبل ما تشرب جود الحليب نقط منه عقيدك، يعني الإنسان بيشرد ويمكن يكون الحليب مغلي ويحترق فيه. شو صعب الوحدة تكون بعيدة عن ابن حسان؟ صدقني اشتقت له كتير. الباب عم يندق، بحاكيك بعدين. جبت الورقة. ورقة شو هاي؟ أنا ورضا قدمنا طلب للنيابة العامة مشان تحليل الدي إن إيه لنسبة مين الأب الحقيقي، وشو ما عملتي ما رح تقدري تسرقي ابننا. الرضا مستحيل يتخلى عن جواد. بقصد جود. وإن شاء الله لما تظهر الحقيقة ويرجع لنا الولد رح غير له اسمه ورح سميه على اسم أبي المرحوم كمال. شايفة كيف جاي على نفس الوزن كمال أمال؟ والله إذا لقيتي ولد عملي اللي بدك إياه، بهالبيت ما في ولاد بنوم. الضحكي على حدا غيري مفهوم؟ حشتك ما بتجيب نتيجة معي. رضا ما رح يتخلى عن ابنه أبداً، وإذا اضطرينا منجيب الشرطة ومناخده للولد. اسمعيني وليه؟ أوعى تذكري اسمه قدامي، هالواطي صود عيشة بنتي وهلأ ناوي يعمل نفس الشي مع حفيدي ما؟ لا يحلم، إذا لزم الأمر مستعدة طول عمري ما أشوفه لجود، بس مستحيل أعطيكم إياه. بقدر أعيش تحت المراقبة وكأني وحدة مجرمة، ما بقدر. بعد إذنك يا حضرة الشرطي بدي أخذ بس دقيقتين من وقتك. شوف أنتوا أكيد قاعدين هون وعم تستنوها للست عايدة لحتى ترجع على مسرح الجريمة، بس برأيي نظرتكم ما رح تفيدكم بشي، يعني عم تستنوا على الفاضي. شرطة؟ شرطة؟ أنتوا شرطة مدنية؟ يعني صح لابسين مدني، بس أنا لما شفتكن عرفت إنكم متخفين مشان ما حدا يعرفكن. أنا ما بتمروا علي هيك قصص. مو مشكلة، أنا رح أقلك شغلة، عايدة طلعت برات البيت، يعني ما رح ترجع، وأنتوا بعدتكن هون عم تروحوا وقتكن السمين على الفاضي، يعني إذا بتروحوا بتخلصوا وحدة عم تأكل قتلة من زوجة بيكون أحسن. ما هلا انت بتقصدي انها طلعت نهائيا؟ ايه صار لها كم يوم بفضلكم، يعني لما كبستوا علينا ركضت مثل الصاروخ على شباك المطبخ وطارت منه، وانا مستحيل يكون لي علاقه بهريبتها لا من قريب ولا من بعيد. ومن هلا عم اقول لك يا حضره الشرطي، ليك حتى اليوم الصبح اتصلت فيني وقالت لي يا اخت زينه معلش جيبي لي اغراضي، وانا قلت لها لا لا يا عايده انا وياكي مستحيل نلتقي مره ثانيه، وبعدين بدي تعرفوا انه انا ما بحب اتدخل بمشاكل وخصوصي اذا الشرطه لها علاقه فيها. واغراضها لساتها عندك؟ ايه بالبيت. امانه شو بدي أعمل؟ لميت غراضة وحطيتهم بشنتاية، يعني إذا صاروا مسكتوها خبروني ببعت لياهن على السجن، أكيد المسكينة رح تحتاج لتياب كتيرينيك. يعطيكم العافية. إيه إلا بقى تتعذبوا معنا، اركبوا بالسيارة وتيسروا من هون. وهي البنت مو مبينة، شو الحل هلأ؟ نحن ما بتلزمنا البنت، بدنا الغراض. أنا بعمري ما شفت نانسي معصبة كل هالقد، كل الوقت عم تسألني عن الجرح اللي كان بإيدها، وأبوها لما شافها قال لها تروح من وشه. برأيي لازم تستوعبيها وتتحمليها هالفترة. وشو بدي أعمل أنوار؟ شو بدي أقلها عن أثر الجرح؟ قولي لها إنك عملتي لها عملية تجميل مثلا. وممكن تقتنع؟ ممكن، وليش لحتى ما تقتنع بهالحكي؟ الجرح بالتجميل بيختفي وما بيضل له أثر. معك حق، يمكن ينحل الموضوع، ما بدي تصدق شي تاني.
أوف خلص مليت، تعبت كتير من كتر ما عم كذب. بس شو أعمل إذا هالمجرم عم يضطرني أكذب لأحمي بنتي؟ شو متمنية انتقل من هون؟ صدقني ما عندي حلم تاني غيره. كل شي رح يتحسن، لا تاكلي هم، تحملي بس شوي. وهلأ نصيحة، قولي لها لنانسي إنه الجرح اللي بيدها راح بعملية تجميل، وهيك رح تهدى على مسؤوليتي. ماشي. أكيد انفضحت بالحارة، ما فهموني كيف بدي أمشي بين العالم. وليش بدك تكوني انفضحتي؟ ليش أنت؟ شو العيب اللي عملتيه يا رفيف؟ شو في رفيف؟ الواحد بيصير معه مشاكل كتيرة، والحمد لله أنت بوقت قصير نعرفت الحقيقة. صح، بس أنا لازم نبهكن، هالبنت عن جد بتخوف. يعني بكرة أو بعده بتضرب راسها بالحيط وبتقول خالي رفيف هي اللي عملت فيني هيك وكان بدها تقتلني وتخلص مني. شو بتعملي وقتها؟ أصلاً أنا وياها ما فينا نعيش بنفس البيت، ما بقدر أطلع فيها كأنه ما صار شيء. شو بعرفني، ما بقدر إلا تصبح على خير، ما بقدر شوف وشها الصبح. هلأ صح بدكم تقولوا ما حدا بيحقد على ولد، بس ما عم بقدر أنسى اللي عشته. صدقوني هالليلة اللي قضيتها بالسجن ما بقدر أوصف لكم إياها. طول الليل سهراني عم أقول إذا انحكمت أنا شو بده يصير بولادي. يا بنات أنا تغلبت على السرطان، بس صدقوني ما في مثل هالوجع. شوفي شو رح يعمل عمر بالأول، بلكي بيبعتها لعند قرايبينا أو لعند ستة. استني شوي. ملاك، خلص يا بنتي لا بقى تبكي. ملاك يلا قومي بقى. خالي رفيف ما بده يعني عيش معكم بابا. بس هي كمان الحق معها، يلي عملتيه مانو قليل. بس أنا عملت هالشي بابا غصب عني، ستي غصبتني أعمل هيك. بابا لو سمحت أنا ما بدي روح من هون، احكي مع خالي رفيف وقال لأني عن جد بحبكم كتير وبدي ضل معكم. بوعدك بعد هلأ ما رح أعمل أي شي بزعلكم مني لو سمحت. والله إنه باين عليكم ملكات جمال، يعني أنا هيك إحساسي عم بيقلي. مين هالغليظ اللي إجا؟ ايش بكن؟ شو مفكرين مخيم ورا الباب؟ استنوا لحظة لبين ما أوصل وافتح لكم. ليش كل هالدقان؟ احكي وين أغراض عايدة ولا؟ ها؟ أحسن ما خليك تحكي بطريقتنا. ها؟ سيادة الضابط ليش عم تساووا معي هيك؟ حدا بيضرب المواطن البريء بنص بيته كمان؟ والله أنا لروح أشتكي عليك. لا الظاهر أنت أجدب وغبي مثل مرتك. شرطة شو لك؟ إذا ما كنتوا من الشرطة لكان. أنتوا مين؟ شوف يا سبع، نحن بدنا أغراض عايدة وبس، يلا أحكي وخلصنا. أنا شو بيعرفني يعني؟ إذا هيك نحن منلاقيهم. يلا حبيبتي بل ما نعطلك، بتكوني مشتاقة لعائلتك. الحمد لله مرة تانية. الحمد لله على السلامة مرة تانية، وما تنسي بكرة. ماشي، شكراً على وقفتكن جنبي. يلا نشوفكن، نبدأ بكرة إن شاء الله. رفيف معلش نعود نحكي؟ احكي هون، مو الأحسن نعود؟ طيب أنا متفهم قديش كان صعب عليكي اللي عشتيه. مستحيل، ما رح تفهم. يعني مشان تفهم كان لازم تكون موجود معي وأنا بالسجن، ويكون الشرطة واقفين قدامك وتسمعهم عم بيقولوا هاي المرة متوحشة تضرب الأولاد وبتحرقهم، ونظراتهم إلك كلها احتقار. وطبعاً لهالسبب أنت معصبة من ملاك، ما؟ معصبة كلمة كتير قليلة، بس لساتها ولد، يعني
لو بتشوفيها كيف عيونها ورموا من كتر ما بكيت اليوم، عم بتقول انا ما قصدي اذيها لخالي رفيف، يعني انا ستي جبرتني اعمل هذا الشيء معكم. انا ما عم بقدر فهمك. ما ملك ما بتعتبر طفلة، ملك صارت بعمر بيخولها تفرق بين التصرف الصح والغلط، ولو عن جد ما كان بدها تعمل اللي قالته ستة كانت اجت وخبرتنا انه ستة طلبت منها تعمل هالمشاكل، بس هي ما بدها. يعني صح، بس هالشي صار وخلصنا. ليكي حياتي، انا رجاء لا تفهميني غلط، انا ماني متحيز لإلها، بس المشكلة انه ما بقدر طلعها من البيت هيك فجأة. ملك بتضل بنتي وما بدي تبعد عن اخواتها. قلتلي اخواتها ما؟ أنا ما بتصور إنها عم تفكر مثلك عمر. هي خليت إخواتها يشعلوا حريق كان روحهم، وكسرت إيد أخوها غيث، وفوقها هددتني إني رح تكسر إيد نجلة مثل ما كسرت إيد أخوها قبل كم يوم. مبلا، وكان الحق معك لما قلتيلي إنه لازم أخذها على أخصائي نفسي، بس وعد مني بكرة رح أخذها على دكتور وبدي أقول إذا بدك خذها على الدكتور، وإذا بدك لا تأخذ عمر. اعتبارا من هاللحظة ملك ما لعيشة بهالبيت أبدا. حياتي لو سمحتي، ليكي أنا فعلا حاسس حالي ضايع واقع بين نارين، من طرف مرتي اللي بحبه ما فيني استغني عنه، ومن طرف تاني بنتي اللي بتحمل كل مسؤوليتها. أعطيني فرصة تانية لو سمحتي. عمر، إذا كنت مفكر حالك فهماني، أنا برأيي مانك فهماني منوب. أنا فتت على السجن وكان ممكن ضل فيه كذا سنة، ولو ما كانت نرمين وسمعت شو عم تحكي الطفلة ملك مع ستة المحترمة، أنا كنت هلأ محبوسة، فهمت؟ وإنت لسه لهلأ بتقلي أعطيها فرصة وسامحية. مستحيل. واعتبارا من هاللحظة لا أنا ولا أولادي حتى منعيش مع هالبنت تحت سقف واحد. عمر، لولو، لولو الغالي وينك مو مبين؟ لؤي ولا صوت، اسكت وإلا رح أقتلك. نانسي خديلك استراحة، أكيد بتكوني تعبتي. نانسي، انتي مو سألتيني عن الجرح اللي كان بإيدك؟ ايه سألتك. وانتي بعمر صغير، عملتلك عملية تجميل لحتى ما يبين له أثر، وطبعا لأنه أبوكي ما بيعرف عصب وقت شاف إيدك. عم تجرحيني لما بتضلك تتهميني بكل شيء. أنا كتير ضحيت كرمالك، وأنتي عم تعامليني بطريقة سيئة. مو عم تقولي إنك مليتي من كتر الكذب، بس لولا هذا الكذب يمكن أنتي ما كنتي عايشة هلأ. شوفوا لك، تركها لمرتي أحسن ما أبطحك وانزل فيك ضربها. لو أي سكوت، الزلمة بإيده مسدس وواقف عم يستنى فوق راسنا بوس إيدك سكوت. شو أعمى السبع؟ إيه عنده إعاقة بصرية، يعني إنسانيا ما لازم تأذوه أو تتعرضوا له. أصلا أنا بكفي وبوفي، خدوني رهينة لإلي. أنا مستحيل أقبل، اتركوا مرتي وخدوني بدهلة. راس، أنا مستحيل أترك حدا منكن. أحكي وليه؟ وين المصاري؟ هون ما في مصاري بنوب، لو في معقول ما يكون عندي خبر فيهم؟ نحن بهالبيت عايشين على راتب التقاعد وبالزور عم ندبر أمورنا. يعني أنا تركت هنيك 2000 ليرة لأغراض الأسبوع، الظاهر ما لقيتهم وخربت كل البيت، يعني إذا بيقدوك خدهم. أنت عم تتمسخري علي وليه؟ عم أحكي عن مصاري عايدة، أحكي أحسن ما أكسر لك راسك. شو عم تعمل بمرتي ولا؟ إذا مفكر حالك إنك رجال، تعا أحكي معي من زلمة لزلمة. لو أي سكوت، شو عم بتقول ولا؟ شو عم تقول واحد حيوان؟ لو أي بترجاك يا روحي، ولو مرة بهالعمر مسوك لسانك، وإلا ما رح تقدر تحكي فيه مرة تانية. لؤي حبيبي، ما
ما قلتي لي حطيتي خل بالسلطه؟ لا. مو ناقص يجي الولد وشه مكشر. كيف؟ كيف كيف؟ أهلين ابتسام. إيه فاضي؟ إيه فهمت. ماشي. المهم ما بدي ياسمين تعرف بشي ابتسام. ما بدي إياها تخاف. ماشي، على الوحدة ما راح أتأخر. ما بده ياني أعرف؟ شو معنات هالحكي؟ آه؟ طبعاً ما بده مرته اللي عم يخونها تعرف إنه عم يخونها. لك بس كيف لحقوا يطبخوا هالطبخة بيوم واحد؟ مواعيد ولقاءات فرد مرة؟ شو؟ شو بك ليش هيك عم تقطعيهم؟ أنا هيك بحبهم. مين اتصل؟ ابتسام، ما سمعتي؟ وليش لا تتصل فيك؟ ما عم بفهم، يعني أنا الحامل مو أنت؟ ولا شي، كانت عم تحاول تتصل برفيق قديم إلنا وسألتني إذا بعرف عنه شي. مسكي حالك ياسمين، لا تهجمي عليه فوراً مشان ما يفكر إنك غيراني عليه. شو هالنظرة هي؟ هي نظرتي الطبيعية. حط لهم خل. لا لا، بعدين بيجينا الولد مكشر. مو مشكلة يكشر. شكراً لك. على القليلة بيبقى معي بالليل وبينام جنبي، والصبح باخده لعندك. إذا بدك أنا بستنى عند الباب، يعني بلكي رجعت لعندك أمل. لا، ما بتصور إنها ترجع لعندي بهالوقت، ما أنا مجنونة لهالدرجة هاي. أنت روح نام وارتاح، بكرة رح تهتم بجود، ولازم تكون مصحصح منيح. تصبح على خير يا روحي أنت. ما في داعي تخافي مني منوب. ما رح تقدر تاخده، ما رح تاخد جود إلا على جستي. أنا ما أجيت أخذ الولد منك. لكن شو اللي جابك؟ مشان أعتذر منك على الغلط اللي عملته. أنا كتير ندمان على اللي صار. ندمك ما بيرجع الزمن وبيمحي اللي عملته. أنا مستحيل أنسى الليالي اللي بقيت فيها فايقة وفكر شو رح يصير بمستقبل بنتي اللي دمرته، وهلأ واقف بيوشي وبتقلي أنا أب؟ مو أنا اللي بدي صدقيني، عمتي اللي عم تخصبني. شوف، إذا بتحبه لابنك وبدك مصلحته، بعد عنه نهائياً. لا تنزح حياته مثل ما نزعت حياة بنتي. معك حق. أصلاً بكرة أول شغلة رح أعملها أني أترك اسطنبول، وما رح تشوفي وشي هون مرة تانية. طيب، ممكن أحمله مرة واحدة؟ لو سمحتي، بس مرة واحدة. كأنه بيشبهني مو؟ بس ما بتخيل إنه جبان مثلي. أكيد رح تصير أب مع الأيام، بس بوقتها تحمل المسؤولية ولا تتهرب. تركتها لريهام، لا تعمل هيك مع وحدة غيرها. بتعرفي؟ صعب كتير تتخلي عنه. الله أعلم قديش تعذبت ريهام. خالي نيرمين، بتمنى أنك تقدري تسامحيني، تقبلي اعتذاري على اللي ساويته. أنا كتير غلطت بحقكم. بخاطرك. For those
wanted in here just for credit. That is the speed of light. In miles per second. غسان؟ بدك تضل تتقابل مع ابتسام؟ لا ابدا. الواحد بيقول منلتقي بس ما بالضرورة يوفي. يعني ما رح تقابلها؟ اه. مو اتصلت فيك المسا وطلبت منك رقم رفيقة؟ هلا انت دليل تليفون شي؟ ليش لحتى تدق لك وتطلبه؟ شو؟ شردت بالفيلم شو قلتي؟ اه كمل كمل ما في شي. اصلا نحن صارت حياتنا مثل الفيلم تفرش. كيف بدي خلي غسان يعترف انه رايح بكرة يقابله؟ لو كانت ديما هون كانت قالت لي اسأليه دغري. بس ما بيصير، رح يفكر اني عم غار ورح يشوف حاله. لا لا ياسمين اسألي لا تترددي. ابتسام شو قالت لك بالتليفون؟ بما انكم طولتوا بالحكي يعني صار عندي فضول اعرف شو السيرة. ابتسام ها؟ كأنك عم تحاولي تحققي معي؟ بنوب ما هيك القصة، بس لانكم طولتوا. ياسمين شو؟ كأني غيراني علي؟ لا تحكي حكي فاضي كرمال الله غسان. ياسمين لقوم شان هيك رجعتينا لعند الدكتور؟ شو العيب اللي عملته؟ المهم صحة ابني. خلص شيلنا بقى من هالسيرة، بعدين على شو بدي غار منا؟ تغمز بعينا للمرضى مثل الحولة كرمال الله. شو بك شو اللي بضحك كل هالقد؟ ياسمين والله اللي بشوفك بيقول عنده ولد عمره سنتين. مو عيب عليك يا استغفر الله. قال غيراني قال. لؤي انت منيح يا عمري؟ ايه منيح حياتي، لا تاكلي همي، بعدين انا جنبك ورح احميكي. هاي شنتايتا؟ ايه هاي شنتا مزبوط. شوفوا كل اغراضة ضابط الله اياهم بقلب الشنتاية. لاما ما في ولا فرنك بقلبها. مو معقول اخدتهم معها هي وهربانة، اكيد تركتهم بالبيت. عامل لك بهالبيت مو موجود مصاري يعني كنت عرفت فيهم؟ نحن معنا غير راتب تقاعدي، ليش ما عم تفهم اللي عم قوله؟ بدك تستدرجي عايدة لهون ولبين ما تجي حضرتها، لا تحلموا تطلعوا برا البيت. قولي فهمتي وليك؟ خلص فهمت. استغفر الله العظيم على هالقصة، بدي روح وأحكي معه فورا. أنا ما بقدر أعيش والحقد بقلبي. غسان غسان أنا ما فيني أتحمل. غسان 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 قم معي. غسان شو صار لك؟ بترجاك أحكي لك كلمة. غسان غسان رد علي. غسان احكي اي شيء بترجاك رد علي. حبيبي حبيبي اطلع فيني حبيبي. كل الناس بدون استثناء بيفكروا انه اللي بيحبوهم ما ممكن يموتوا، لانه بيخافوا يفكروا انه ممكن يخسروهم، وما بيخطر على بالهم ابدا انه ممكن يفقدوهم باي لحظه. رفيف يا اولاد رفيف راحت. بس احيانا منضطر ناخد قرارات كتير صعبة بالحياة. بيكوجوك ايه ما حضر سبعة لساته عم يتنفس. ايه عم يتنفس لهلا. بترجاكم تعوا بسرعة مشان الله لا طوله.
وأحياناً منتمسك باللي منحبهم بقوة على أمل إنه الموت ما يسرقهم منا. المصايب اللي بتوقع على راس الناس اللي منحبهم بتوجع قلبنا وبتآلمنا أكتر منهم، والوجع الأكبر بيضل خوفنا من إنه نفقدهم للأبد. خلاص اهدي شوي. يا ريتني جبته لما داخ قبل يومين وخليتهم يفحصوا بوقتها. يا ريتني جبته. طيب إذا قالولنا ليش ما جبتوه من يومين؟ لو جبتوه وقتك كان ممكن يتحسن، بس هلأ ماما حبيبتي لا تكوني متشائمة وتفكري بالاحتمال السيء. بعدين انتي قلتي له لعمو غسان خلينا نروح الدكتور وهو ما قبل، يعني الذنب مو ذنبك. لك ما بيهم قلت له ولا ما قلت له، انا كان لازم امسكه من ايده وجيبه لهون اجباري عنه. يا الله دخيلك يا ربي، اذا صار له شيء انا شو بدي اعمل؟ شو بدي اعمل بحالي؟ يا الله. ابتسام خانو، انتي شو عم تعملي هون؟ غسان حكاني، تركت كل شيء وفورا اجيت لعندكم. شايفة يا ديما، حتى هو بهالحالة فكر فيني. شوفي أنا طيب منيحة، ما هو جوا ما عم يفوتوا حدا لعنده. عم قلك ما عم يفوتوا حدا. شو بدها هي؟ هاي المرة شو بدها؟ لك أنا مرته واقفة برا، أنت بأي صفة بدك تفوتي قبلي؟ خلاص ماما روقي. كيف بدي روق لك بنتي؟ أنا مرته بطل برا وهي بتفوت، ليش هي أمه ولا أخته؟ ناقصني انشغل بهالمصيبة كمان؟ خلاص ماما، والله اللي فيني مكفيني أنا. غسان أنت منيح؟ إيه صرت أحسن. دكتور شو الوضع؟ بالتصوير بيّن معنا كتلة بحجم 1.5 سنتيمتر. طيب الكتلة هي سبب الإغماء اللي صار معه؟ منشان نحكي بشكل قطعي لازمنا فحوصات وتحاليل إضافية، بس بتصور إنها هي السبب. يعني ورم، ورم خبيث، هيك رأيكم؟ هلأ ما بقدر أحكي أي شيء، يعني بجوز الكتلة قديمة بس كانت كل هالوقت ساكنة. وشو أسوأ شيء؟ هلأ ما في داعي نفكر بالأسوأ غسان. خلص منعمل تحاليل. بس بلا ما نحسس ياسمين ابتسام، يعني على الأقل لبين ما نعرف النتيجة النهائية. أنا مرتي حامل وهلأ أكيد راح تكون زعلانة كتير ومتوترة، بلا ما يصير له شي للولد. والله حرام عليك يا غسان، عم يغمى عليه بيقوم بيتصل بالمحروسة. بأي صفة عم يتصل بالست ابتسام؟ شو بتكون لإله؟ في بيناتهم علاقة يعني وأنا ما عندي علم فيها؟ عادي ماما، يعني هي رفيقته، ولا تنسي إنه دكتورة كمان، بجوز فكر إنه رح تساعده بهيك ظروف. لك هي دكتورة توليد، اختصاصية بتوليد النساء، يعني عمك غسان حامل وأنا ما بعرف؟ مثل الجرادة نطت لجوا. لا وهداك الدكتور اللي وشه بيقطع الرزق بيقول لي تركينا بدي أحكي مع مريضي بشكل خاص. ليش فاتت هالجرادة لجوا إذا هيك؟ شوفي مالي رد عليهم، أنا كمان بدي فوت. يا الله ماما استني شوي. غسان حبيبي غسان. لا تخافي يا عمري، انتي انشغل بالي عليك كتير، انت منيح؟ لا تخافي انا منيح منيح منيح. دكتور ليش عم يوقع جوزي ويغمى عليه؟ فهمني شو القصة. الصداع النصفي قوي كتير. صداع نصفي؟ انيرمين مع صداع نصفي وبتحط ربطة على راسها بس ما بيغمى عليها. حالته بتختلف شوي عن باقي الحالات. لو سمحتي خلي الاختصاصي هو اللي يحكي. دكتور هاي الآلام الحادة سببها الصداع النصفي، هو نوع قوي من الصداع النصفي، والضغوطات والتعب زادت من حدته. هذا كل شيء؟ هذا كل شيء. طمني بقى. شو فرحتني يا عمو غسان، يعني انا ما حسست ماما بس كنت كثير خايفه عليك يا حبيبتي انت. طيب بما انه ما في شيء خلينا نرجع على البيت، انت صار لك زمان واقفه على رجليكي. مو مهم بضل واقفه 3 ايام كرمالك، بس انت ما يصير لك شيء. خلينا نروح على البيت حياتي. يلا انا اجيت بسيارتي، اذا بدكم بوصلكم على البيت وبروح بعد على عيادتي. لا ما في داعي، بنطلب تاكسي وبنروح على البيت لحالنا. يسلموا شكرا. كيف ما في داعي؟ غسان لازم يرجع على البيت بسرعه مشان يرتاح. انا فكر براحه زوجي اكثر منك دكتوره، بس ما دامك أصريتي باسمي وباسم عيلتي رح أقبله لعرضك. دكتور بتشكرك كتير. دكتور أنا اللي لازم أتشكرك باسم زوجي غسان وباسم بنتي ديما كمان. شكرا دكتور، يعطيك العافية. تفضل. تعي حبيبتي. اتصلوا من مجلة سيدة المتميزة، بدهم يصوروا قوالب الجاتو ويعرضوا صورهم بالمجلة. تخيلي يا نرمين رح نصير مشهورين ويمكن يستضيفونا ببرنامج طبخ. مبدعي الحلويات سوزان ونرمين. والله أنا ما عندي مرأة بقصة هالشهرة بنوب، وما بنصحك فيها أبداً خصوصي بهالعمر اللي واصلتي له. بالنسبة لإلي الشهرة أنك تنعرفي وينسمع عنك بكل العالم لدرجة تصيري أسطورة، وهالشي ما بصير لا بالصور ولا بغيره. أنت ليش عم تحكي هيك؟ مو نحنا ثنائي بيكمل بعضه؟ انتي معلمة بالطعمة وانا بالزينة. وشوي تاني رح صير معلمة بالزينة مثلك. وقفي انا بفتحه عنك. يسلم وبدي عزبك معي.
حضرتك مين بدك؟ وانت مين كمان؟ هذا بيتي طبعا اذا لسه امي ما انتقلت. انت ريهام بنت لنرمي؟ ايه ريهام. ريهام صباح الخير. ريهام يا حبيبة قلبي اهلين وسهلين، ليش ما خبرتيني قبل بوقت انك جاية؟ ليش عاملة هيك بشعرك؟ اهلين فيكي ماما. نرمين انا رح احط العجينة بالبراد بشتغل فيها بعدين، اكيد بتكونوا مشتاقين لبعض. الحمد لله على السلامة ريهام. يسلموا سوزان. خبرتي الجامعة؟ يعني انت بتعرفي اذا ما التزمتي بالدوام شو ممكن يصير؟ بصراحة انا جاي احكي معك بخصوص هالشغلة. يعني رفيف ما خبرتك أي شيء؟ فهمت القصة، أنه صار بيناتنا مشكلة وتخانقنا، بس ما في شيء مهم. يعني أول ما نشوف بعضنا وش لوش رح نحلها. إذا اتصلت فيكي معلش تخبريها أنه أنا كتير قلقان عليها وعلى الأولاد، وخليها تحاكيني. ليكي الباب عم ينداق، يمكن تكون هي. يعني أنا ببقى بخبرك شو بصير معنا. ماشي ماما ريحان، يلا بشوفك، باي باي. نادي لملك، أنا هالمرة ما رح أتراجع وبدي أخذها معي على ألمانيا. المرحومة ما تركت هالأمانة لحتى تبهدلوها وتشحطوها من مخفر لمخفر. لك شو بدك لسه؟ أنت واحدة مجنونة وما بتستحي، معقولة تخلي بنت صغيرة تعمل هيك؟ المرحومة بنتي ما رح ترتاح بأبرة بسببكن أنتو. بالله جد؟ وملك لما بتحرق ايدها بالفير برأيك المرحومة بنتك رح ترتاح بأبرة؟ طلعي فيني لو ماني محترم عمرك، بروح على الشرطة وببلغ عنك وبخبرن انه انت اللي حرضتي بلك وبحكي لهم كل شيء. روحي من هون، روحي، ما بدي اتخانق مع واحدة كبيرة وبهدل حالي بين العالم. شو بدك تعمل؟ ناوي تمنعني شوف حفيدتي ولا شو؟ ايه رح امنعك تشوفيها، لانه ما رح اسمح لك تحولي لي بنتي لمريضة نفسية مثلك. هاي ستي اللي اجت بابا؟ ايه بنتي، بس كوني مطمنة انا ما رح ابعتك لعندها. بابا؟ خالي رفيف واخواتي ما عم يرجعوا على البيت لانه لساعتني فيه. انا كتير ندمانة. ستك اللي لازم تندم مو انتي. يا ريت خالتك رفيف هون لتشوف هالشي. عاد أعرف أتصرف معها، يعني بدون ما أزيها أزتني. لك عملتني عدوة إلها، شو بعرفني؟ اليوم أزتني بلكي بكرة أزت أولادي. البنت مو طبيعية. الله يستر. لكي رفيف بصراحة أنا معك بكل شي عملتي، ولازم يا تحطوها بمدرسة داخلية أو عند حدا من قرايبينا. يعني هذا الشي عمر بيقرره، وأصلا هيك بيكون أحسن إلها هي كمان. بلا، بس أنا ما بقدر أقول لعمر هذا الحكي، هو لازم ياخد القرار. إيه مزبوط اللي عم تحكي. صحيح انتو بتكفيكن غرفة الضيوف؟ يعني اذا بدك بجهز لكم غرفة تانية. اوعك اوعك، هيك وزيادة علينا، نحنا مننام بحضن بعضنا. اصلا هيك حاسة حالي انا وولادي عم نتقل عليكي. انت شو عم تحكي رفيف؟ والله بزعل منك، والله رح طقمن وحدتي وما عندي حدا اتونس فيه اصلا. اسمعي انا هلأ لازم اروح الشغل، المسا بس ارجع منعود ومنكفي حديثنا، اتفقنا؟ وفي حال صار ولزمك اي شيء اتصلي ولا تخجلي. ماشي؟ ماشي. لك عم بقلك انا شو عم بتخانق؟ ماما هاد مطمورة شي؟ ما بعرف. لا تلمسوهم، يلا طلعوا لعبوا بالحديقة وخدوا معكم نجلة، ركضوا. يلا خلونا نلعب بالطاولة. يلا نجلة حبيبتي تعي العبي معنا. شو هاد؟ من وين اجوا هالمصاري كلهم؟ خليني ضبهم احسن شي. لساتهم حضراتهم قاعدين بالسيارة عم يتلصلصوا علينا مثل القطط الجوعانة اللي ناطرة يطلع لها شفار. ايه طبعا رح يستنوا حياتي، مهنين قالوا اذا منطلع قبل ما تجي عايدة رح يبعتونا برحلة سريعة للعالم الاخر. بعدين انتي ليش ما حكيتي مع الست عايدة لحد هلا؟ وشو عرفك حتى عم تنظر وتقول ليش ما حكيتيها لهلا؟ شو مفكرة بايد مراية وبايد تليفون وقاعدة بس عم تنطر مكالمة مني سيد لؤي؟ لك صرت بعثت لها اكثر من 100 رسالة، ما عم تتصل ولا عم ترد، شو اعمل؟ البنت هربانة. هات لنشوف مين على التليفون. رفيف. اهلين حبيبتي رفيف.
الاولاد شقوا الدبدوب اللي اخذت لهم اياه؟ شو يعني فداه ونرميه بالزباله وخلصنا من القصه؟ لك زينه؟ هذا الدبدوب طلع في جواته كومه مصاري، بيطلعوا لهم كذا رزمه وبكذا عمله. ما بتصدقي قديشهم كتار؟ انا بالزور جمعتهم وحتى ما قدرت عدهم. لك انا حاططهم جواته مزبوط. رفيف ضبيهم. ليكي لا تخلي الاولاد يلعبوا فيهم. لك معقول اتركهم بين ايديهم؟ حطيهم على طرف. انا هلا بلبس على السريع وبجي لعندك حبيبه قلبي. ممتاز. مو مشكله، بعتي لي العنوان برساله على موبايلي لكان. طيب طيب اوكي حبيبتي، انا شوي بجي لعندك. باي. لك زينة، عباب بيتنا في مافيا رح تموتنا، وانتي رايحة لعند رفيف مشان جيبي شقفة لعبة؟ لك قاعدي وفكري كيف بدنا نخلص من هالبلا بيكون أحسن. والله بس لو أعرف وين محلهم لهالمصاري لروح سلمهم ياهن وفوقهم حبة مسك كمان، بس يحلوا عنا ويتركونا بحالنا. بفهم منك إنه إذا المصاري معك بتروح بتسلمهم ياهن، ما هيك؟ لا يا شاطر، منيح اللي قلت لي من الأول. أنا هلأ لازم زبط خطة تكون مرتبة وما تنكشف. لازم خليهم يروحوا بدون ما أعطيهم ولا قرش واحد. شو عم بتقولي؟ شو هاد اللي عم تخططي له؟ فهميني شو القصة. لؤي، لقيتها. ألو، أهلين يا غالية. كيفك يا عمري؟ حبيبتي عايدة، يعني إذا بتعملي معروف بتجي بتاخدي أمانتك من عندي بأسرع وقت؟ أنا ما بقدر أعيش وعندي أمانة بالبيت، بتعرفي طبعي مو؟ تو لا أبنوب، الشرطة مليت وقطعت الأمل منك يا حياتي. هلأ بيتنا أمان وفيكي تجي عليه إمتى ما بدك. اسمعي لقلك، اليوم دوري بجمعة النسوان تبع الحارة ورح يجوا لعندي لحتى نتسلى. تعالي كمان. بهالعجقة ما حدا رح ينتبه لك أو يشك فيكي. ماشي، اتفقنا، منلتقى المسويات. عايدة إن شاء الله رح تيجي وتاخد أغراضة. ليكو، أنا عم حاول ساعدكم لحتى ترجعوا مصرياتكم بأي وسيلة، وإنتوا أكيد انتبهتوا على هالشي. إذا عم تحاولي تلعبي رح تندمي كتير. هلأ أنتوا الصبح بتهددوا، المساء بتهددوا، بتضلوا بتهددوا، يعني وصل تهديد لهون شبعت منه صدقوني. يعني أنا مو عاجبني توقفوا على بابنا كأنكم عايشين معنا ومن بقية عائلتنا. يعني إذا ما أنكم مصدقين ضلكم قاعدين تحت الشمس، شو فيني أعمل؟ هي فوتي لجوا قبل ما تجي عايدة، ما رح تطلعوا. لك يا أخي، أنت شو قصتك؟ ما عم تركز معي. عم قلك اليوم دوري وجايين لعندي نسوان الحارة ولازم أقدم لهم ضيافة. بعدين أنت ما بتعرف هالحارة، أنا إذا ما طلعت برات بيتي بيشكوا فورا وممكن يتصلوا بالشرطة ويقولوا لهم مدري شو قصة هالمرة المسكينة. بعدين أنا لازم أجيب سكر وطحين وأرجع. قولوا أي تحت إيدكم. إذا غلطتي معنا رح ندفن جوا لجوزك. مو مشكلة، نفس الشي. يعني هو شو بيان منه؟ عم تفهموا علي وجوده مثل قلته كأنه حطبة. صحيح، على سيرة الحطب، كأنه أنتو كمان نشفتوا من القعدة تحت الشمس؟ والله أول ما شفناكم ما كنتوا هيك أبداً، يعني تفضلوا وقعدوا جوا. هيك منه بتعدوا وبترتاحوا ومنه بتنتبهوا على لؤي لبين ما أروح أتسوق وأرجع. ما بتأخر، يلا فوتوا ارتاحوا. خالي ماجي تستني. خير شوفي. اسمعي، أنا اليوم عاملة قعدة للنسوان وكنت عم أقول لو إنك تيجي إنتي كمان. شان شو؟ ليكون بدك إياه نجيب لك معنا ذهب وهدايا؟ لا ما بدي تجيبوا معكم لا ذهب ولا شيء. ليكي روحي افتلي وشوفي كل مرة مالة وما عندها لا شغلة ولا عاملة، خبريها وقولي لها عازمتها اليوم لحتى تتسلى عندي. خليني دللكم شوي بهالجاتويات والبراك. إيه ماشي ماشي. يلا يلا الله معك. لما بدك تصيعي لنصاص الليالي طبعا رح يقلعوكي من سكن الطلاب. هلا انت ما رح تعقلي بعمرك. وشو الغلط باني روح احضر حفله مع رفقاتي؟ بعدين بالف يا ويلاه لحتى فتله. ايه انا ضليت واقفه بالدور مدري كم ساعه. وقت نحكي عن دراسه بعشر دقائق بتبلش تضيق اخلاقك، بس وقت التسلاية ما شاء الله عليكي. وانا فعلا بلشت تضيق اخلاقي منهم، هاد ممنوع وهاد ممنوع، كانه مخيم اسرى. والله عملوا منيح اللي قلعوني، والا كنت رح اطفش لحالي. طيب هلا شو رح نعمل؟ شو رح نعمل؟ كل الحارة بتعرف انك امه لجود. ما نحن بسببك مبلينا هالبلوى امي، لو سمحتي لي ما كنت خبيت شي. ايه مو غريب عليكي بتعمليها، يعني اذا ما عندك لا حياة ولا خجل. وهيفاء ابنك اكيد دايب قلبك عليه، بدك تحمليه وتنيميه بحضنك. انت
انتبهي منيح بنتي، ليش حاطة بإيدك شغلات بلا طعم يا روحي؟ أكيد عم تحلمي فيك الليلة، اشتقتي له كتير ما هيك؟ طالعة ريحته ماما، يمكن بده خيار. عن جد؟ لا بنتي ما في ريحة بنوب. شو عم تتبلى عليك يا أمي؟ شو عم تحكي يا حلو؟ شو؟ ماما أنا لازم روح. صحيح، شو بدي قلك؟ حطي لي غسيلاتي بالغسالة. شكرا كثير لك عزبتك معي. بشوفك غسان، يلا باي. شو هذا اللي عملته غسان؟ اه ولا شيء، تشكرت على اهتمامها فينا. الواحد بيتشكر 100 مرة طول الطريق وانت عم تتشكر حضرة جنابة. بعدين هي ليش حشريتها؟ خلينا نوصل ديما على المعهد بالأول، خلينا ناخد الأدوية بعدين. شو فكرة حالها لتكون المدام؟ شو بك حبيبتي، معقول الحكي؟ شو لكان؟ اه هاي مريها؟ غسان، غسان شكلهم عم يعملوا ما بيطمن بنوب. يلا تعي نفوت على البيت. الله لا يقويها. أنا عندي كلمتين معها. ياسمين البنت مراهقة، بدك تبهدليها بنص الشارع؟ لا لا مزبوط، أنا مالي دكتورة بس كمان مالي جاهلة، بدي روح وأحكي معها كلمتين مرتبين كأني أختها الكبيرة. آه وشو بدك تقولي لها؟ بدي إلها يا عيب الشوم عليكي، هيك ربتك نرمين وأبزق بوشك كمان. ياسمين تركني بدي أحكي معها غسان. ياسمين لك بموت إذا بسكت. يا الله خلص. عم تعي ياسمين خلينا نفوت على البيت. عم قلك هدول شكلهم مو عاجبني، لازم أتصرف معهم. عم قلك خلصينا بقى، ما دخلك. لك زينة، من وين كل هالمصاري؟ مثل ما بتعرفي حبيبة قلبي يا رفيف، طول عمري وأنا وفر بمصروف البيت وخبي منه على جناب، واللي كنت وفره كنت حطه بالدباديب، بس بما أنه دباديب كتار نسيت بأي واحد فخربطته وجبته لهاد. إيه إيه قلتي لي إنك موفرتيه؟ إيه اسمعي، جدودنا بيقولوا نقطة من هون ونقطة من هون بتعمل لك بحيرة، وأنا عملت بنصيحتهم وضليت سنين ووفر من هون ومن هون وحط القرش على القرش لجمعت هالكم ليرة. إيه بسيطة، مو مشكلة، الباقي بعدهم بالبيت عندي. إيه فهمت. هلا زينة، نقدر ناخد الدبدوب؟ طبعا بتقدروا يا حبايب قلبي، خدوه انبسطوا فيه، بس هات بالأول لأتأكد، بلكي لسه في شي مية علقانة هون ولا هون. ماما بنقدر نحنا كمان نعبي مصاري بلعبتنا؟ طبعا فيكن حبيبي، بس يعني نحنا منحط ليرات معدن وبضيعوا بقلب الدبدوب. إيه إيه ما ضل في شي، خدوه. ما قلتي لي يعني عمر ما إله خبر إنكن قاعدين عند رفيقتك؟ ايه. بعدهم بعدهم لا تخذوا ألعابكم وطلعوا على الحديقة ألعبوا هنيك. يلا يا حلوين بسرعة. عمر ما بيعرف إني قاعدة هون، أنا حابة ضل لحالي شوي. ليش؟ ما بقدر أبقى بالبيت وما بقدر فرق بين عمر وبنته، يعني لازم أقعد أفكر هالفترة شو اللي لازم أعمله. لك كنتوا مثل عصافير الحب بالنسبة للكل، شو صار لكم فجأة؟ شو انصبتوا بالعين يعني؟ ما بعرف، بس هيك شغلات بتصير، يعني ممكن بأحسن زواج تصير مشاكل، ومثل ما بيقولوا وقعت الشاطر بألف. مرحبا نرمين. مرحبا. كنت بدي أسألك رفيف ما حاكتك؟ لا ولا أبدا، المسكينة متضايقة وحاسة بجرح كبير. لو على القليل سمحت لي أحكي معها، يعني كنا لو في شي بينحل بالحكي ما كانت رفيف أخذت الأولاد وتركت البيت بهالطريقة. بعدين لا تحكي وكأنك ما بتعرف شي. أنا رح أسأل عن رفقاتها اللي بعرفهم، بس نرمين ملك قاعدة بالبيت لحالة، يعني إذا رحت جبتها بتخليها عندك بس لحتى خلص مشواري؟ عمر بتمنى منك أنك ما تواخذني، يعني بتعرفني ما بتأفف من شي وبقدم كل شي بيطلع بإيدي وبقدر عليه، بس الحقيقة ملك تصرفاتها مو محسوبة أبداً. هلأ إذا جبتها لعندي ممكن تعمل شي بحالة وتتهمني إلي، بعتذر عن جد لا تواخذني. لا ولا يهمك، شكراً كتير. الله معك عمر.
زينة؟ آه مرحبا عمر، كيفك؟ كنت رايح لعنكم. رايح لعنا على البيت؟ خير؟ الحقيقة رفيف، يعني انتو اتصلتوا ببعضكم أو التقيتوا بشي محل مثلا؟ ليك أنا ما بدي خبي عليك يا عمر، أنا هاي جيتي من عندها لرفيف. يعني التقيتي فيها؟ طيب كيفها؟ وينها؟ والولاد كيف صحتهم؟ هي وين قاعدة؟ خبريني. عمر كون مطمن ولا تاكل همها، هي والولاد كتير مناح، بس لو سمحت لا تحرجني وتسأل وينها لأني ما بقدر قلك، هي محلفتني يمين ما أحكي. لهالدرجة معصبة مني؟ معصبة ما؟ رفيفة تجاوزت مرحلة التعصيب يا عمر، هلا هي بلشت تفكر إذا رح تكملوا مع بعض، وأنا عم قلك ليكون عندك علم وتعرف تتصرف. بصراحة خذ احتياطاتك اللازمة واعمل كل شي بتقدر تعمله، ماشي؟ متأكدة من الحكي؟ يلا شوت، يلا يا بطل، اعطي باص، يلا فوت، لك شوت، لك شوف على اللعبة، لك يلا هاي جول، يلا جول، يلا شوت، شوت، يلا يلا جول، جول، جول. ليك انت وياه، عيب عليكم هالحركات. بهالبيت ما بصير تفرحوا بجول غير لفريقي. ايه والله بنسى اني خايف على روحي وبدعوسكم برجليها. لعبن حلو ها؟ ايه مو كتير، أكيد رح نربح. وين عايدة لهلأ؟ إمتى رح تجي؟ شو ما حكت معك؟ هالقعدات ما لها مواعيد، وبعدين بتكون عم تدقدس حوالين البيت، وين المشكلة؟ خلص فهمنا. على القليلة شيلوا هالأناني اللي شربانينا وكبوها بزبالة، يعني إنه تكونوا رجال ما فيها شي، وإنه تكونوا وسخين شي تاني. قال من شطارتي بدي أعمل برك وجاتو. إيه والله لأهلك. شو عم بيصير يا أساتذة؟ فهمونا، فريقنا هو اللي عم يتقدم، مانك شايف؟ يلا لشوف، يلا لك جول واحد وتضمن النتيجة، يلا سديدي هو. ايه جول. يا عيني عليك، يا عيني حاجتكم عم دعوسكم ها. شو هالأجنبات. ياسمين عن جد الله يعينه لغسان، أنا بعرف الصداع النصفي أكتر من غيري، يعني إذا طلع هوا جنوبي وصار الجو رطب ولو شوي ببلش الوجع فورا. إيه بس شو فينا نعمل؟ بدنا نتحمل، المهم الله سترنا من الأعظم. اللي عم تقوليه مزبوط. إجت ريهام يهنيكي بالسلامة. هو الشغلة صارت بدون تخطيط. أنت من وين سمعتي؟ ما سمعت، شفتها بالشارع من شوي. واقفة بالشارع؟ ياسمين يعني أنت بتعرفي ريهام قديش بتحبك، إذا لما شافتك ما رميت حال عليك وبوستك بيكون من خجلة، لأنه قلت لها أنه كل الحارة صارت تعرف أنك أمه لجود. نيرمين ما فيني أتحمل، لازم أحكي وإلا بيصير لي شي. شو الموضوع؟ هاي بنتك ريهام كانت واقفة مع شب الشارع، يعني كانوا عم يبوسوا بعضهم وهيك، عيب كتير اللي عملوه. أنت شو عم تقولي؟ أي والله العظيم. لكي أنا مو من اللي بيصبوا الزيت على النار، يعني ريهام مثل بنتي، بس أنتي لو تحاكيها بهدوء وتشرحي لها مو منطقي تعمل هيك بنص الطريق. شوفي ما عم قلك مشان تزعلي، لو سمحتي نيرمين. مرحبا ماما. وهي خالة ياسمين عنا كمان. نيرمين هذا هو. ماما هذا مارك. مارك ماما، مام يعني. مرحبا. مرحبا. شكله سائح، شو حلو. ليكي بما انه الشاب سلم علينا بلغتنا، شو رأيك نسلم عليه بلغته؟ هاي 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 مارك. انتي تعي مرحبا. شوي. مرحبا. اذا هيك خدي راحتك، انا بحكي مع السائح. انا لما كنت بالاعدادي كانت انجليزيتي اكثر من ممتازة، لغة منيحة، فيري كان في شي تاني. هاي مارك. وقف، في شغلة تانية كمان بس دقيقة. مارك واتس يور نيم؟ بنتي انتي ناوية تموتيني ولا شو؟ لسه من اول يوم شافوكي عم تتصرفي بالشارع بوقاحة. انتي لمين طلعة؟ لمين طلعة؟ وفورا نمامات الحارة وصلوا لك الخبر. شو ما بدهم يحكوا يحكوا، أنا ومارك منحب بعض ومغرومين وما رح نخبي هالشي عن حدا. أنتي عن جد ما في عندك خجل؟ فوق ما أنه غريب جايبتي لهون؟ فكرتك رح تكوني مبسوطة، هو شخص كتير منيح، مو قلت لك رحنا على الحفلة سوا؟
وطبعا لهالسبب قلعوكي من سكن الطلاب. نحن تعرفنا على بعض هنيك، وبعدين لما حبني ما رجع أمريكا. بنتي انتي ناوية تجيبي لي الجلطة شي؟ اي عشو، انت عندك طفل صغير لسه باللفلوفة. هلا مو انتي وعمي حسان حابينه؟ خلص ربو لا يكبر اذا هيك، انا ما عندي مشكلة. اهدي اهدي شبك، اجيت بس لأشرب مي. بدك مي؟ ايه بس انت ضيف عنا، انا بجيب لك كل شي بتطلبه لحد عندك، فوت ارتاح. شش امشي قدامي، اوعك تصرخي، اذا بتطلع صوت بقتلك. انت استني هون رح افتح. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا مين حضرتك؟ يا اهلا وسهلا فيكم، والله حلت علينا البركه بزيارتكم لنا يا ستات. كانه في عندك ضيوف غيرنا. معقول هالحكي؟ ما في غيركم ضيوف، ما القعده كلها على شرفكم. ماجده خانم اهلا وسهلا فيكم. هدول جايين لحتى يساعدوا لي. هدول اللي عم تبعتوا البلديه ليساعدوا الناس ببيوتهم. الله يرضى عليكم، عم يبعتوا منكن على بيت هاي الختيارة لحتى يهتموا بصحتها. ايه الله يسلم ايديكن يا شباب، برافو عليكن والله بترفعوا الراس. شكرا خالي. هدول بدهم يقعدوا معنا؟ وشوفي يا مهيبة خانم، خليهم يقعدوا معنا يتسلوا. لا تخافي ما حدا فيهم رح يضايقك، تفضلوا عادوا. يلا تفضلوا، اهلا وسهلا. نانسي ليش مزعوجة يا بنتي؟ ما اتفقنا انا وياكي انه ننتقل على ازمير ونسكن هنيك وانتي وافقتي؟ أنا لسه ما وافقت أمي. يا عمري نحن كل ما بعدنا عن أبوكي كل ما كنا بخير وبأمان، صدقيني. إيه مزبوط. أهلين وسهلين. أهلين فيكي، إذا جاهزين خلونا نطلع. جاهزين. بس أنا مو حابة روح. بنتي مو قلنا منروح منتسوق من المول وبعدها منروح على السينما؟ بدي اتدرب على المقطوعة اللي رح اعزفها بعد كم يوم. ماشي خليكي على راحتك. إذا غيرتي رأيك اتصلي فيني. ايه ماشي. بجي باخدك فورا. ماشي؟ ماشي. انتبهي على حالك. ألو بابا، خليني شوفك لآخر مرة عمول معروف. هاي خلصنا، ها دور المنوم. إذا عملت هيك وضيفتهم معناتها لازم أحط في آخر كاستين على اليسار لحتى يجوا من نصيبهم. شو صار؟ إمتى رح تجي عايدة؟ مليت من هالقعدة المعتة. ليش قاسي كتير كلامك؟ هدول الناس اللي قاعدين برا بعمر امك وخالتك، ومو حلوه منك تتمسخر عليهم بهالطريقه البشعه وتقول قعدتهم معته. لك هدول بيضلوا بركتنا. استنى شوي، ما تقول غير اجيت. الشبك ضايج يا زلمه، دق الباب شي. الله يجيبك يا طولة البال. اي ولا كيف بدي اتذكر وين حطيت الدواء؟ العمى ما اغلظه العمى. ليك يا ابني، بدي منك رقم موبايلك، بلكي اذا ارتفع ضغطي بعيد الشر عني يعني، بس بتصل فيك. ضغطي مع الادويه بيرتفع، شو بدي اعمل له؟ ممنوع اعطي رقم تليفوني يا خالي، لا تاخذيني. خوفتي الولد يا ماجي دخانه، فكرك حاطه عينك عليه. الله يشيلها من لسانك انت، انا طلبت رقم الشاب منشان يساعدني اذا مرضت. بس انت اللي نيتك عاطلة، الله يجيرنا من نيتك يا مهيبة. وهي الشاي صار جاهز، تفضلي. يسلم ايديكي. صحة وهنا على قلبكم. يسلم ايديكي. العفو. يسلم ايديكي يا جارتنا. اهلا وسهلا مهيبة خانم. يسلمون. تفضلوا يا أساتذة.
هاتي عنك لك هاتي. قولوا أي بحب شرب الحليب أكتر لأنه مفيد لعيونه. ومن وين طلعت بهالكذبة؟ لك خلاص أنا حاطة منوم بكاسات الشاي. شو؟ عن جد عم تحكي؟ يسلموا طيبين هالشايات. أهلا وسهلا فيكم. خير، شو بدك؟ مو أنت سألتني عن الجرح اللي كان بإيدي؟ ماما طلعت عملت لي عملية تجميل، لهيك مو ضال له أثر بابا. أنا مو أبوكي وما عاد بدي اسمع لهالكلمة. لو سمحت اسمعني، أنت لازم تصدق إني بنتك، أمي بدها تفرق بيناتنا. بعرف إنه هذا حكي أمك، بس ليكي أنا هالحكي كله ما بيهمني، انقلعي بقى. طيب ليش عم تكذبوا؟ ليش ما بدك تصدق إني بنتك؟ هلا أنت بدك تضلي عم تلاحقيني عم أقول لك انقلعي مالي أبوكي. خلص انقلعي من وشي ما بدي أشوفك. خليني أحكي لك الله يخليك يا بابا صدقني. أنا مو أبوكي شو ما عم تفهمي؟ بعدنا عن بعضنا. بابا خلص انقلعي من وشي بابا. لو سمحت لا تأذي عمو أنور هاد بابا. حقير العمى شو واطي. اسمعوا لا، روح خبرها لسوزان، رح أعرف شو ساوت لبنتي حتى إذا نزلت السما على الأرض. تعبت وما عاد فيني اتحمل كذبن عمو انور. روقي يا عمري. لو سمحت اذا بتعرف اي شيء خبرني وريح قلبي. الشغله الوحيده اللي بعرفها انه هالزلمه مانو ابوكي. طولي بالك. قوم 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 ولا تحرك. كانت نومه حلوه. شرطه؟ هذا كابوس مو؟ هلا بتشوفوا الكابوس بقلب المخفر. فاكرين اخذ الرهائن تسلاي ها؟ شو ذنب هالعالم احكوا؟ الشاي حاطه شي بالشاي ما هيك؟ شو فهيم؟ شو اعمل اذا مثل الدواب بتاكلوا كل شي بنحط لكم؟ تستاهلوا. رح نحاسبك على هالغلطه. ابقى حاسبه وقت تطلع من الحبس. تحركوا لشوف. عن جد يسلم ايديك يا زينة خانو، لولاكي ما كنا قدرنا نمسك هالعصابه. لا العفو هذا واجبنا سياده الضابط. تحركوا لشوف. عم ياخدوهن ويروحوا. نتشكركن كتير شباب. هاد واجبنا. لا لوتي، شو رأيك بمرتك اللي خلصتك من هالبلوة؟ يا بنت كنت مفكرك مرة حلوة بس طلعتي حلوة وذكية يا درساني. يعني نجحت بهالشغلة ما هيك؟ نجحتي لكن ما نجحتي يا مرة. بس يا ريتك ما شربتي النسوان من الشاي اللي حطه بقلبه الدواء. شو فينا نساوي؟ ما بيقولوا انه الصالح بيروح بذنب الطالح احيانا. لك الخاله ماجده سمعان كيف عم تشخر مثل التراكتور. لؤي يلا حبيبي فيق لي اياهم واحده واحده. يلا يا عمري. ماجي دخانو يا قطه. ماجي دخانو. شوفي حاجه كسل. فيقوا يا صبايا. يلا فرشوا سنانكن وعلى المدرسة. As you may know, there have been unusual occurrences all over the world. These were taken by one of our spy satellites a few days ago. We need a way to locate and intercept that object. What is it? We were hoping you could tell us. Sorry. هذا عن جد قليل أدب. يعني صحيح ما بيفهم علينا بس كمان ما بيستحي. لا تقولي هيك عنه. مارك كولا. شور هاني. بنتي تعي معي شوي. امتى رح ينقلع من هون؟ ها؟ روحي يفهمي هالأجدب اللي جايبتيه معك إنه ببلدنا الضيف بيكون مزوق وما بيتأخر كل هالقد. طيب بياكل شي وبيروح بعدين. ريلاكس. شو بلسانك قلب هيك؟ خلص أنا رح جهز شي ياكله، خليه يتزهرم ويروح. بس مارك ما بياكل أكل حي الله. بلا شو؟ ليش على أساس ملاقي شي أحسن ياكله؟ بلا، في محلات كتير برا ما؟ بجيب همبرجر وبرجع فورا. أنا فيني أعمل له أطيب من الهمبرجر اللي برا، الكفتة تبعي رح تعجبه. متأكدة؟ بنتي، أنتي بتاكلي من الكفتة اللي بعملها من وقت اللي طلعوا سنانك، شو نسيانة يعني؟ يلا
بساويها وبجيبها لعندكم. طيب مثل ما بدك. غسان يلا حبيبي الأكل جاهز. جاي ماشي. اوعى تموت. اصحاك تعملها. لا تترك ابنك لحاله بهالدنيا. اوعى يخطر لك تترك ياسمين لحالها. ايه ابتسام، شو عم يصير معه لهالزلمة يا ترى؟ ايه منيح انتي طبعا حكيتي مع الدكتور ما؟ ماشي يسلموا ايديكي، وانا اكيد ما راح انسى اجيب الصور معي. وين قلتيلي؟ ماشي. ايه خلص عرفت المحل، بكون هنيك على 11 بالضبط. لا ما راح نحكي شي لياسمين، نحن ما اتفقنا على هالشغلة. يسلموا. Thank you for everything. مارك عم يحاول يقول لك يسلموا. إن شاء الله سم الهاري. عم تقول لك العفو يعني. Mom said you're welcome. قولي له رح أروح مشان أجيب الهمبرجر تبعه. ماما لا تنسي تحطي له كاتشاب. ايه عم حط له وكترت له كمان، طمني. خليه يحترق تمه لنشوف اذا بده يروح ولا بده يضل قاعد بخلقتي. هذا الولد اذا ما داق طعم الفليفله الحده تبعي ما رح يذوق. Thanks. يلا بلش فيها لشوف. صحتين وعافية. كيف شفتها؟ بالله مو طيبة؟ Very good. Good. لأمتى رح يتحمل؟ شو؟ لا عم قول صحتين على قلبه وإن شاء الله مطرح ما يسري يمري. تسلم ايديك يا عمري. وانتي ليش ما عم تاكلي؟ بركي في شي عم يسدلي نفسي عن الاكل. وشو هو هالشي حبيبتي؟ انتي لساتي خايفة علي لحد هلا؟ الدكتور قال صداع نصفي شمنة. اكيد. اي بس عن جد انك طلعت شاطر مع كل اللبكة اللي حوالينا. خطر على بالك تتصل مع ابتسام؟ برافو. ابتسام؟ هي قالت إذا احتجتوا لدكتور خبروني، يعني عم تساعدني. قديش طيوبة طيوبة طيوبة، معناتها أنت رح تساعدها بشغلات الهندسة وهي خليها تساعدك بشغلات الطب. ما بعرف يعني، هي شراكة حلوة ورفقة حلوة شكلها. لا ايه. مرتي عم تغار علي، لك معقول هالشي؟ خلص بقى مشان الله بلا هالحكي الفاضي هاد. وطيب مرتي ما عم تقدر تشوف انه هي الوحيدة اللي اخذت قلبي وروحي؟ لو سمحت خد معك صحتين على المطبخ بطريقك. خلاص بقى بعد ايدك.
طيب على راحتك. عم يحاول يتظارف بس اوعك يخدعك. بعرف الرجال بس يكونوا عم يخونوا نسوانهم بصيروا يتصرفوا بهالطريقة هي. Are you okay? I'm fine. معقول يكون انزعج من ساندويشة الكفتة؟ شو عم تحكي ولك بنتي؟ بعمره ما حدا انزعج من طبخي من يوم ما تعلمت الطبخ لليوم. باينته تعبان. شوفي كيف ما عم يقدر يحكي، بطنه عم يوجعه. ريهام اسمعي يا بنتي، خلينا نطلب له تاكسي احسن ما يضل قاعد بخلقتنا بلا ما يصير معه شي نبتلى فيه لا سمح الله. امي شبك طولي بالك، مو شايفتي قديش تعبان؟ وين بدي ابعته يعني؟ معقول ما بيعرف له شي حدا هون بنتي؟ بلكي بيجي بياخده فورا. ما بيعرف حدا بنوك، هو هون لحاله وما فيني اتركه يروح بهيك وضع. شو انتي ما عندك رحمه بقلبك؟ ليك يا اما منروح سوا يا منضل سوا هون وبهذا الوقت المتاخر. ماشي ماشي، معناها خليه يروح لغرفة كرم ويتسطح ويخلصني. مارك come with me. بس ليكي ليكي، التخت نظيف وحاطة وجوه جديدة عليه، لهيك بلكي بتقليله بلا ما ينام عليه بتيابه. come on. وانتي ليش ماسكتي وجاررتي من ايده؟ خلص ضلي برا. لك استني استني، خليني جيب له بيجامة من بيجامات حسن ليلبسها. ييه ريهام، ليكي أحسن شي يفوت يعمل دوش لحتى يعرق، والصابونة والليفة اللي بيستعملون يكبهم بزبالي بعد ما يخلص منهم وبعدين بيلبس هاي البيجامة. زودتي يا أمي؟ ليكي يمين بالله إذا بيضل بيوسخه ما بخليه ينام بالتخت أبداً. ألو، أنا كم مرة قلت لك لبقى تتصلي فيني؟ لك ما قلت لك إنه الشرطة بيكونوا عم يتنصتوا على التليفون؟ لا لا دبدوب ولا غيره، كم مرة بدي أقول لك إني زتيت كل شيء من الزبالة وما تركت شيء من أثرك بنوب؟ إيه وأصحى تفكري إنك تجي على البيت يا شاطرة. ليكي الشرطة عم يدوروا عليكي بكل مكان والمافيا طالبتك ورح يقصوا لك رقبتك أول ما يلمحوكي. يلا أحطي حلي عني يا بنت. هيك ما في مخلوق رح يعرف مكانه. منيح اللي خطر لي حطهم بالمخدة. لا جرب. شبك يا بنت؟ فهميني ليش فايقة لحد هلا؟ يلا فوتي على النوم وخلي هالليلة تمرق. عم جيب له كاسة مي لأنه كتير تعبان. حطيها على الباب وهو بيقوم بيجيبها. عند باب الغرفة؟ ايه عند باب الغرفة. يا الله منك أمي. يلا روحي على غرفتك. يلا خلص رايحة. فيكن تحت هالكنزة مش عم يشوفكن حدا. هلأ بيكونوا الحرمية والنشالين مبحوتين بحت. أكيد ما نشي منيح إنه الواحد يشيل بإيده كل هالمصاري، بس رح نمرق هالمرة لأني مجبورة. زيزي؟ نعم يا روحي. عن أي مصاري كنت عم تحكي؟ لا ولا شي حبيبي، أنا رايحة مشان أدفع الفواتير اللي علينا. أصلاً نحن ما معنا غير هالقرشين الثلاثة مثل ما بتعرف، لهيك أنا خايفة يطلع لي شي حرامي وياخدهم. شوف ليك، روح على المطبخ أول ما تجوع، أنا حطيت لك على الطاولة كل أكلك وشربك، وأوعك تفكر تشعل الغاز بغيابي، مفهوم؟
جيبها. ماشي. برافو يا بطل. الباب والكنباية هنيك. I don't want to talk to her. Reham, listen. It's not true. You have to talk to your mom, right? Mark, you don't understand. ريهام شو القصة بشو قاعدين عم تحكوا؟ شكله عم يطلب منك تعملي شي. ليكي ما تقولي أجنبي بخجل منه، والله بحطه تحت رجلي. وليش هيك عم تحكي ماما؟ مارك بده يرجع على أمريكا، وأنا ما حبيت الحكي لأنه حسيت المكان بعيد. إذا عم يتغالظ عليكي وبده يغصبك على شي ما بدك إياه حكي لي، وأنا بعرف كيف أتفاهم معه. مارك ولد منيح ومربى أمي، وبس تعرفي عليه رح تحبيه كتير. ما بدي أتعرف على ناس مثله، لهيك خليه يحمل حاله وينقلع من هون. تعا معي لنعمل فتلة. مارك كمان. لوين رايحين؟ استني هون، ما عم بحكي معك. شو طرشتي؟ أوف، هالبنت رح تجنني وتفضحني بكل الحارة. هلأ عم ياكل معي ورايح بعدين على المطعم لياكل مع ابتسام. شو فجعان، بيلعب بديله وبياكل بنفس الوقت. شوفي. مزعوجة من شيء؟ لا، اليوم بلا روحتك على الشغل، انت لازم ترتاح. اليوم لا تروح لمحل. حبيبتي طمني، لا تخافي، انا هلا منيح منيح. ما خاف يا غسان؟ لا، لسانه عم ينقط عسل لانه رح يقابل ابتسام. ما قلتي لي شو رح نعمل المساء؟ إذا بدك لا تتعبي حالك، منطلع مناكل برا. طبعا لك، الصبح مع حبيبتك والمساء بتفضي حالك لمرتك والسيخ. اي تمام. اري هذا الخبر كتير مهم. نانسي لوين؟ أنا رايحة أشوف رفقاتي. ما عم تكذبي؟ يعني ما حتعملي شي تاني؟ أنور حكالي عن مبارح. أنا كنت عرفاني إنه رح يقلك. نانسي ليش هيك مزعوجة؟ أصلاً أنا عم ساوي كل هالشغلات مشان ما تزعلي. إذا بتخافي علي بتخبريني كل الحقيقة أمي، ولا ناوي تضلي مخبية عني لحتى موت؟ طيب بحكي لك بعد الحفلة، ببقى بحكي لك كل شي. هالمرة ما رح تكذبي علي؟ بنوب. هالمرة ناوية تحكي للحقيقة ما هيك؟ ايه أنور، برأيي هذا الصح يا سوزان، اجا الوقت المناسب لتحكي. وانتبه على حالك. لا تخافي حبيبتي، اكيد ما رح تعب حالي، ما في شي مستاهل. مفكرني غبية وما بعرف انك رايح مشان تقابل ابتسام غسان افندي؟ تسمحي لي البس حلقة الدمع تبعك؟ شو عندك عرس؟ لشو بدك الحلق؟ لا بس رايحة على السينما مع رفقاتي. ليش عم تضحكي؟ ليش تضحكتي؟ احكي، انت شو مخبي علي؟ وين رايحة؟ لوين رايحة احكي؟ طيب ماما، أنا يعني أنا كنت رايحة لبيت رفيقتي مشان أحضر عيد ميلادها. أي رفيقة وشو اسمها وقديش عمرها وبنت ولا شاب؟ ما بتعرفي الكذب ممنوع؟ القصة أنك عم تكذبي علي. شوفي بلش دمي يغلي، احكي بسرعة أحسن لك. أنا رايحة لأشياء تعكت بكتاب، بس خلص مو مشكلة، ما في داعي للحلقة. إسلام. مين هذا اللي بده يشهد بنت بعمرك عكت بكتابه؟ سمعتي سؤالي ولا عيده؟ ليكي ماما، أنا رح أحكي لك كل شي، بس وعديني ما تقولي لحدا. وعديني. عم بسمعك. وعديني. عم بسمعك. وعديني قبل. وعد، احكي. ريهام ومارك رح يتجوزوا اليوم. يا الله يا ماما لو بتشوفيهم قديش بيحبوا بعض، بس هن ما بدهم يخبروا حدا أبدا ولا حدا من العيلة، بس أنت وعدتيني. نرمين، نرمين مصيبة وإجت على راسي. بنتك رح تتجوز اليوم؟ ايه طبعاً، وهدون عاملين ديما شاهدة كمان. ما بعرف بأي دائرة لكتب الكتاب،
بس في وحده هون بالحاره وما بظن رح يروحوا على غيرها. لو معي وقت كنت اجيت، بس عندي شيء مهم. روحي لحيهم على السريع. والله كنت اجيت معك بس عندي شيء مهم.